يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيبه يا دلع. انت طيب يا حبيبي. اهلا اهلا اهلا. حبايبي جم. كل سنه وانت طيب. الحمد لله بنت، كل سنه وانت طيبين. اهلا 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 حبيبي. اهلا 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 اهلا. كل سنه وانت طيب يا بابا. طيب يا حبيبي. كل سنه وانت طيب يا عمو. وانت طيبه يا بابا. طيب يا حبيبي. وحشني يا فندم. كل سنه وانت طيب. يا واد تعالى يا براوي. تعالى يا حسن. حسن ايه ده؟ تعالى تعالى عندي هنا. يا رحمه، مش هتريحي شويه ولا ايه؟ لا يا حبيبي انا مش تعبانه، انت اللي بقالك يومين ما نمتش. الظاهر ان انا ما وحشتكيش. يا حبيبي انت على طول وحشني. امتى بقى نروح شباب عشان نكون براحتنا؟ يعني شهر بالكتير، فاضل شويه فرش وستاير وبعدين ننقل. شهر ده كتير قوي. طب ليه ما نروحش شقتنا ونكمل كل حاجه بعد كده؟ لا انا عاوز ادخل الشقه وهي كامله من كل حاجه. رحمه حبيبتي، انت عارفه ان الامور دي حساسه بالنسبه لي، وانا مش عايزه اتقل على عمي. على فكره انت دمك تقيل. انت عارف بابا بيحبك قد ايه وبيعتبرك زي رفض، ولا انت ما بتحبش البيت ده عشان انا مولوده فيه؟ هقولها، أنا بحب أي حاجة من ريحتك. ربنا يخليك لي يا حبيبي. أنا حسيبك تريح نص ساعة، نص ساعة بس، وحطلع أقعد مع بابا ورأفت، أرجع لقيك أخد دش ولابس هدومك عشان لو ما رحناش الحاج هيزعل مننا. حاضر. مين اللي بيضرب؟ الله، ما بتاكلوش ليه؟ ما تفطر يا حاج. أنا فطرت بالفجر. هيمة تعالي حبيبي عندي عشان مديش جيتو. تعالي. لا سيبيه، احنا بنلعب سوا. يلا ابوك اكله يا سامي. اكله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. افطري انت اللي انا والشيف. امال ماجد فين؟ في الطريق. في الطريق؟ مش مهم يجي احسن. خلي بالك يا ماجد، انت لو ما رجعتش ال 100,000 جنيه لطنط هدى هتفضحنا. حاضر يا باكي، هاخدهم من ماما. وليه ما تاخدهمش من بابا؟ عشان مش هيديهم لي. مش هيديهم لك. انت عارف يعني ايه 100,000 جنيه عند ابراهيم الطيب؟ يعني ولا حاجه، شويه ملالين. ولا انت بقى مستني لما طنط هدى تروح تقدم الشيك للنيابه؟ ما تخافيش يا باكي، قلت لك هتصرف. في خلال اليومين الجايين دول هتبقى فلوس عندها. على كده يا سامي. الحمد لله يا ماما. الله متكمل اكلك يا ابني. لا انا كده تمام قوي. يلا يا ابراهيم. لا سيبيهولي ده يا سلوى، خليك انت مع الواد الصغير. حاضر يا عم. انا كمان عايزه فلوس. يا ريت بقى وانت بتطلب الفلوس من باباك تخليه يزودهم لك شويه، عشان انا محتاجه فلوس ضروري قوي الفتره الجايه، واظن احنا في عيد مفيش مناسبه احسن من كده. احسن من كده قوي؟ ده عنده قضيه بعد العيد يا فاكر. شايف عمو بيتعامل مع الولاد ازاي؟ بيحبهم قوي وبيدلعهم على طول. اه شايف. سبوتش يا حبيبي، هو انا ما ينفعش يديني شويه حب زي دول؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مستغرب كلامي ليه؟ شوف كده عمو لما بيتعامل مع الولاد، ولا لما بيجي يدلع اختك مديحه، ولا الحاجه فردوس. وبعدين معاك يا سلوى، خليك انت في حالك احسن. انا عايز افهم انت مش لاقي لي كلمه ليه يا ثابت؟ وهو انا مقصر معاهم في حاجه يا فردوس؟ ده الواحد فيهم بياخد مني مرتب قد مرتب وزير، غير اني فاتح لكل واحد فيهم مشروع وصرف عليه قد كده، ومدخلهم معايا شركة ومحدش فيهم بيجي، يعني ولاد وشركة بالاونطه. ما انت عارف المعيشه يا حاج، والغلا ما سابش حد. حد فيهم اشتكى لك يا فردوس؟ لا ما حدش اشتكى لي ولا حاجه، بس يعني انت عارف الظروف يا حاج. انا راسي على الظروف اللي بيبعتروا فيها فلوسهم. خليهم يبعتروا يا حاج ويتمتعوا في عزك يا رب. غلطات عيالك يا فردوس ما بقتش غلطات العيال الصغيرين، كبروا وغلطاتهم كبرت معاهم، ولو فضلت مسيب لهم العز اللي انت بتتكلمي عنه ده هيشطبوا عليه. قلت ارجع بلدي يا بابا واقعد وسطكم. منورة بلدك ومشرفة أهلك يا بنتي. ربنا يخليك لي يا بابا. طمني على صحتك، عامل إيه؟ الحمد لله الصحة تمام، بس تحس كده يا بنتي إن مفيش حاجة جديدة بتحصل. ليه يا بابا؟ أنت ما بقتش بتنزل المحل؟ لا بنزل، بس خلاص الناس بطلت تشتري قماش، نادر قوي، محدش بيفصل ولا حد بيهادي للعواجيز اللي زينا. وفين؟ كل كام يوم على بال ما يجي واحد يشتري له 3 4 متر. انت شكلك كده يا حاج زهقت من الشغلانه. لا زهقت ايه،
احنا برضو من حين لاخر كده بنعمل بيعة حلوة لمصنع ولا ورشة ملابس، بتجيب لنا قرشين يظبطوا الامور مع اللي بيجي من المحل. الحمد لله يا بابا. الحمد لله. وانت يا رأفت اخبار الدكتوراه ايه؟ لا والله لسه يا رحمة، المشرف بتاع الزاير شايفني لسه صغير، عمال كل ما ادخل امتحان يسقطني فيه. كلمت بقوله انا دخلت الامتحان ده 3 مرات يا دكتور. قال لي ايه يعني؟ ما تدخله 10 مرات اهو تاخد خبرة. ليه بيعمل معاك كده؟ يعني هو بيعمل كده مع كل الدكاترة ولا انت بس؟ لا طبعا، مع اللي ما عندهمش واسطة زي حالاتي بس، لكن طبعا ولاد الاساتذة بينجحوا من اول مرة. بقول لك ايه، ولا يهمك منه، طالما انت مجتهد وبتعمل اللي عليك هتاخد حقك غصب عنه. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ربيح كل سنة طيب. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبة يا رحمة. وحشتك. وانت كمان وحشتني قوي قوي. طيبين. السلام عليكم. كل سنة وانت طيبة. طيبه يا حبيبتي وعشان انا ما اقدرش على زعلك خلاص قعدالك هنا ومش مسافره تاني. ايه رايك بقى؟ بجد؟ اه والله. ايه الخبر الحلو ده؟ مبسوطه؟ وحشتيني قوي يا حاجه. ازاي صحتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، وانت كمان وحشتيني قوي. انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. معلش سامحيني ما لحقتش افتح الشنط عشان اجيب الهدايا بتاعتك انت ومديحه. ده انا جايبه لها شويه لبس يجننوا، هيطلعوا روعه عليها. هو انت بتشتغلي بيه في الغربه بتصرفيه على الهدايا وملا تحوشي لبكره ايه بقى؟ لا ما هي دي طالعه مسرفه وكريمه زي ابوها. ما تقلقوش، انا شايله شويه فلوس تحت البلاطه، بس الواحد برضو لازم يبرر نفسه شويه. ولا ايه يا حاج؟ هي اخر وظيفه يا رحمه انت وصلت لها كانت ايه؟ بقيت مديره مستشفى يا حاج. يا سلام. المستشفى دي قد المستشفى بتاعتنا ولا اكبر ولا اصغر؟ يعني تقريبا قدها. طيب عال، عشان انا عاوزك بعد ما ترتاحي كام يوم تنزلي تشتغلي بقى وتمسكي المستشفى، لان اخوك رأفت عنده الدكتوراه ومشغول. انت تأمر يا حاج من عناية الاثنين. شايفه الاكسسوارات اللي رحمه لابساها؟ مش حلوه خالص. بصي يا حبيبتي، ما هو كل اللي بيسافروا بيرجعوا زيها كده، الفلوس ما بتبقاش فارقه معاهم، بس رحمه برضو بتفرق. تفرق في ايه؟ الحاجات دي رخيصه جدا بره. بقول لك ايه يا باكي، الحاجه مش بقيمتها، الحاجه بقيمه اللي لابساها. ورحمه بسم الله ما شاء الله زي القمر، كل حاجه بتليق عليها. خدي دي بقى من ايدي يا حاج. يا حبيبتي تسلم ايديكي. واحنا ملناش نصيب زي الحاجه ولا ايه؟ هو انت مش هتتغير ابدا؟ قوم كده يا حلو زي الشاطر، خف نفسك وخد اللي انت عايزه. ليه كده؟ والله عندك حق. معلش يا استاذ جمال ما تزعلش، يعني ان احنا بنهزر مع رحمه، اصلنا بينا عشم كبير قوي. انا فاهم، ما تقلقش، انتوا بالنسبه لي زي اخوات رحمه. مالك يا باكي؟ مفيش حاجه، تقريبا صداع. انا هطلع فوق استريح شويه. حلو ده البيت رحمه دي. احترم نفسك، دي بنت عمك عبد الله. وماله، هو عيب الواحد يقدر الجمال؟ قومي يا مديحة هاتيلي الأظرف اللي محطوطين في درج المكتب الوسطاني. حاضر يا بابا. طب بعد إذنكم. أنت رايح فين؟ هطلع بس أشوف باكي، تأخرت ليه يا بابا؟ بأذنك حاجة. أهلا سيدي. يعني عليك يابا. أهلا يا جمال. باكي. باكي يا باكي. ايوه يا ماجد. ايه في ايه؟ مال صوتك؟ لا انا كويسه مفيش حاجه. اسبقني انت تحت وانا هاجي وراك. هو انت بقالك كام سنه؟ ايش بس ماما؟
القعده هناك صعبه. اتفضل يا بابا. شكرا يا الولد ده مش عاوز يروح يلعب ولا ايه؟ قومي شوفي لي ماجد ماله. حاضر. مالك يا حبيبي؟ مراتك فين؟ في الحمام، شكلها تعبانه شويه. ايوه هي من ساعه ما جت وشكلها ضايق كده، مالها؟ معرفش. تكونش يا واد مراتك شايله؟ شايله ايه؟ المستشار ابراهيم ثابت ابراهيم الطيب. برافو. كبر ما شاء الله. يلا روح عند بابا. الدكتور حسن ثابت ابراهيم الطيب. برافو. ميرسي يا عمو، ربنا يخليك لينا. سنه انتوا طيبين يا حبيبي، خد انت وجوزك كمان ثابت وحرم. سنه طيبه بابا. انت طيب يا حبيبي. الاستاذ ماجد الطيب وحرمه. شلون طيب؟ انت طيب يا حبيبي. ومامته بقى مش وحرمه. حاضر من عينيا الاثنين. الآنسة مديحة إبراهيم الطيب. شكرا يا بابا، كل سنة وأنت طيب. أنت طيبة يا بابا. الأستاذة رحمة عبد الله. كل سنة وأنت طيب يا حاج. الأستاذ جمال. أيوة يا حاج، بس إحنا كبرنا على الحاجات دي. لا لا لا، أنا ما حدش يقول لي لأ على العيدية. الحاج متعود يدينا عيدية كل سنة يا جمال. إن شاء الله عادة ما تتقطعش يا حاج. 3000 جنيه. زادوا 1000 على العيد اللي فات. حلو. وهي شهادة استثمار لكل ولد كمان ب 50000 جنيه. حلوة قوي الهدايا دي، ربنا يخليك لنا يا عمو يا رب. طيب يا حاج انا استأذن بقى يا حاج. ليه بدري كده؟ معلش بقى عشان نروح نشوف بابا ورقبته نقعد معاهم شويه. كل سنه وانت طيب. انت طيب يا جمال. طيب. كل سنة طيبة يا حاج. كل سنة طيبة. مع السلامة. مع السلامة. طيبين. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيبين وانت طيبة. طب يا حاج هطلع اشوف باكي مالها. طيب. بابا يعني ايه في ايه؟ انا بس عندي مشكله صغيره يعني كده حضرتك، فينفع يعني حضرتك لو يعني هتقعد تتقتق؟ تعالى معايا على المكتب. 100000 دين عليك ده ولا ايه؟ دين ايه يا بابا؟ دي فلوس بضاعه كنت جايبها للمحل قبل العيد. بتشتري بضاعه ب 100000 وتكتب على نفسك شيكات وانت حسابك صفر؟ اصلها لقطه يا بابا. لقطه؟ خلاص يا بابا مش عايز حاجه من حضرتك. اخرس يلا. مش عايز حاجة ايه وانت اكلك وشربك ولبسك وكله من جيبي؟ بابا انت ليه بتعمل معايا كده حضرتك؟ اسمع يا ماجد، تقفل المخروب اللي انا فتحته لك بفلوسي ده ومش شايفين منه لا ابيض ولا اسود، وتيجي تقف معايا في الشغل وانا هديك اللي انت عايزه. موافق بابا. حضرتك بس يعني اديني 100000 جنيه وانا ان شاء الله من بعد العيد. بعد العيد ما يتفتلش كحك، زي ما قلت لك كده تيجي تقف معايا في الشغل ولما تعجبني هديك اللي انت عايزه. ما بتفتحش ليه دي؟ يا سبتي باكي باكي يا حبيبتي باكي باكي، ردي عليا يا ام حسن يا ماجد. يا سامي يا حق ايه؟ ما تسيبيش الولاد لوحدهم. باكي اسمي حبيبتي. باكي مالها في ايه؟ اسمي ما اعرفش، لقيت مغمى عليها كانت مرميه على الارض، نقلتها على السرير انا وام حسن. مغمى عليها؟ انزلي يا ام حسن هاتي لي شويه نشادر وشوفوا لي دكتور. من عينيا يا قلب. باكي حبيبتي. باكي. باكي. فوق يا باكي. يا جماعه حد يتصل بالدكتور، اتصرفوا اعملوا اي حاجه. نزلت تتصل بالدكتور. مش عايزه دكتور، انا كويسه. ازاي يا بنتي؟ عايزين نطمن عليكي. كويسه ايه؟ لا انا كويسه وهبقى كويسه. ازاي بس يا حبيبتي؟ ده انت كان جسمك متلج كله مغمى عليكي. لا 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 انا كويسه يا طنط. خلاص يا ماما خلاص، هي هتبقى كويسه. خلاص خليكي جنبها لما تفوق تبقى كويسه كده. تعالى يا سامي. حاضر يا بابا. كتمه بقى مستريح خالص.
وبعدين جيت على هنا على طول. طب الحمد لله. انا بقى اللي قضيت الكام ساعه اللي فاتوا دول اخر عكننه. ليه يا حاج؟ خير؟ عشان الميعاد بتاع الوزير. ايه؟ انتظرت كتير عبال ما قابلته؟ لا، انا رحت لقيته مستنيني. امال ايه اللي مضايق حضرتك؟ المقابله كلها تضايق، وشكلها هترسي على مشاكل الفتره اللي جايه دي. حضرتك فهمت من كلامه كده؟ لا، هو حاول يقول لي حاجه بس انا مش فاهمها، لكن كلام كله لف ودوران، وانت عارف انا ماليش في الحاجات دي. ما احنا لازم يا حاج نفهم هو عايز ايه عشان ما يوقف لناش المراكب السايره. يعني انت عاوزنا نعمل له ايه؟ على العموم هو قال لي هيبعت لي حد عشان يفهمني. واضح من كلامه مع حضرتك انه ليه طلبات. هو انت فاهم ان انا هقعد اتفاوض معاه وخد وهات في كلام فاضي؟ بقولك ايه يا حاج، الراجل ده ممكن يعمل لنا مشاكل كتير قوي، والاحسن اننا نفهم هو عايز ايه ونحاول نعمله له. انا طلبت اجتماع في غرفه الصناعه، وهقعد مع عطله عشان اعرف حقوقنا فين بالظبط. الحقني يا رفض، جمال تعبان قوي. ماله، حصل له ايه؟ قعدت معاه شويه كان كويس، وبعدين بدا يكح ورجع دم. انا مش فاهمه في ايه. طب اطمني، انا عارف هعمل له ايه. طب ما نوديه المستشفى احسن. استني بس شوية رحمة لما اشوفه الأول. استنى يا رأفت، مال قلبك بارد كده ليه؟ بقولك بيركع دم. حاضر يا رحمة، خليك انت هنا، انا هدخل اشوفه. رأفت يا بابا عارف حاجة ومخبيه علي. خبي ايه بس يا بنتي؟ لما قلت له لجمال بيركع دم، رد فعله كان غريب قوي، زي ما يكون متوقع ان ده هيحصل. هو اخوك الدكتور ولا انت؟ سيبيه يشوف شغله، ما تقلقيش. ما قلقش ازاي يا بابا؟ ده جمال، انا خايفه عليه قوي. ما تخافيش واهدي، ربنا يجيب العواقب سليمه ان شاء الله. امين يا رب. انت عارفه ان الحب بيغير حاجات كتير قوي في الانسان؟ طب انت هتقعد تتكلم ومش هتاكل؟ انت قلت لي ان انت عازمني على الغدا، انا كده بتغدى لوحدي. انا كفايه عليا اقعد اتفرج عليك. طب ممكن بقى تبطل فرجه عليا وتاكل معايا؟ عارفه مديحه، بعد ما كنت طول الوقت بفكر في الشغل وصحابي والجيم والخروج، انا بجد ما بقتش اعمل اي حاجه من دول، وبقيت على طول قاعد لوحدي بفكر في حاجه واحده بس. انت عايز تقول لي حاجه؟ مش عارف. ايه مش عارف؟ مش عارف. أنا كنت أكتر واحد عارف هو بيعمل إيه، لحد أول مرة شفتك فيها هنا صدفة، فاكرها؟ فاكرة. هي دي الحقيقة. هي إيه؟ أنا بحبك يا مديحة، بجد ما أقدرش أعيش من غيرك، مش هقدر أبعد عنك لحظة واحدة. حبيبي اعمل ايه دلوقتي؟ الف سلامة عليك. قلقتينا وقلقتي على الفاضي، مفيش أي حاجة. ماله يا رأفت؟ شوية برد في المعدة. تعبانة يا رأفت. معلش معلش يا جمال، برد شديد شوية. الحقنة دي هتريحك وهتبقى زي الفل. إن شاء الله. يلا يا رحمة سيبيني أنام شوية. حاول تنام أنت يا جمال. يلا. طيب يا حبيبي، لو احتجت حاجة انده عليا. هو ايه اللي بيحصل له ده؟ انا مش عايزك تقلقي نفسك يا رحمه. يعني عايزني اقعد مطمنه ومبسوطه وجوزي بيرجع دم؟ ما تكبريش الموضوع يا رحمه، وسيبيني اشوف الموضوع ده اخرته ايه بالظبط. طب تفتكر يعني عنده مثلا قرحه في المعده؟ في اسباب كتير ممكن تخلي الواحد يجيب دم من بقه، خصوصا انه ما كانش دم كتير. خلينا نعمل تحليلنا ونشوف عشان ما تقليش نفسك على الفاضي. ان شاء الله يا رب خير. ادخل. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابني. السلام ورحمة الله. تعالى يا محمود اقعد، اقعد يا حبيبي. اتفضل. انت مكسوف مني يا ابني ولا ايه؟ هو انت ما تعرفش ان ابوك كان غالي عندي قوي؟ الله يرحمه يا حاج. الله يرحمه الف رحمة ونور. ابنك الكبير دخل المدرسة ولا لسه؟ دخل السنة دي يا حاج.
ما شاء الله ما شاء الله. والدتك عاملة ايه يا ابني؟ طمني. تعبان. بيسلموا عليك يا حاج. الله يسلمك يا ابني ويسلمهم، ربنا يصبرها ويصبركم جميعا يا حبيبي. يا محمود انا مش قلت لك تيجي عشان تستلم الشغل مكان ابوك؟ ابوك كان بيشتغل اهم شغلانه عندي في مصنع الحلاوه، وانا عايزك يا ابني تمسك الشغل مكانه. والله يا حاج انا من ايدك دي لايدك دي، بس لسه وقعت الحاج مقصره فيا. ما هتفضل مقصره فيك على طول، مش هتسيبك، بس لازم تشتغل. سيبه يا حاج، الجدع مجروح في غالي قوي قوي يا حاج. طيب انا هسيبك كمان اسبوع عشان خاطر عمك الحاج عبد الله، بس لازم تيجي تشتغل. ايه يا حبيبي عامل ايه دلوقتي؟ محدود محدود يا رحمه، حاسس ان جسمي كله بوجعني. عشان بس مش متعود على عدد البيت، بقالك سنين بتجري وبتتعب وشقيان، وهو ده اللي انا كنت بقوله لك. احنا لازم نعمل مشروع عشان احنا تعودنا على الشغل يا جمال. انا برضو ما قلتش صغير يا رحمه. يا حرام، عجوز ومكركب. ايه الكلام ده؟ خليك متفائل، الايام اللي جايه حلوه قوي ان شاء الله. تفتكري؟ يا ريت. ايه ده ايه ده ايه التشاؤم ده؟ انت كده هتقلقني عليك. ما تقلقيش، انا بس مرهق ودايخ شويه وهبقى كويس ان شاء الله. رأفت قال ان الحقنه اللي اديها لك هتخليك تبقى كويس. هي فعلا ريحتني. دي كلها مسكنات يا رحمه. طب يلا حبيبي قوم ريح جسمك شويه على السرير. حاضر. يلا قوم. انا حسن. مجرد ما الباشا يخش يشريك معاك طبعا هتضمن ان ما يبقاش فيه مشاكل بينك وبين الحكومة، ونتكلم بقى عن الجمارك والضرائب، ودي حاجات تفرق معاك كتير، وطبعا انت بتدفع عليها ملايين وملايين سنويا. طيب وهو اقصد سيادته يعني هيقدر يدخل شريك بقد ايه؟ لا انت اللي تقول، والباشا هيدفع فورا. يعني مثلا لو قلت ان الباشا هيخش ب 25% يبقى انت في الحالة دي بتعفي نفسك من اجراءات وفلوس بتدفع قد اللي الباشا هياخدها مرتين ثلاثة. اتكل على الله يا حاج وما تفكرش كتير، الفرصة ما بتجيش مرتين، واوعى تقول لا، لانك لو قلت لا مش عايز اقول لك ايه اللي ممكن يحصل. انا ما قلتش لا ولا حاجة، لكن الحقيقة انا عندي شركة لازم اشور عليهم. شركة؟ انا اول مرة اعرف ان عندك شركة. ولادي هم شركائي وأعضاء معايا في مجلس الإدارة. على العموم شاوروا بعضكم وفكروا براحتكم. طيب عشان سيادته يبقى عارف أنا هضيف مصنع جديد للمجموعة. مصنع جديد؟ طبعا، لو كل حاجة هتفضل زي ما هي أدخل معايا شريك ليه؟ استنى هنا يا ثابت، استنى استنى وكلمني كلام واحد لمراته. هو انت بجد صدقت ان انا وانت واحد ومراته؟ ما انت عارف انا اتجوزتك ازاي. انا لو واحدة من الشارع يا ثابت مش هتعملها المعاملة دي. انت ليه بتنتقم مني؟ انا ايه اللي انا عملته معك وحش؟ ثابت انا بحبك، عارف يعني ايه بحبك؟ يا ستي حبيني زي ما انت عايزة، بس ما تقرفنيش. اقرفك؟ انت ايه يا اخي؟ ما عندكش قلب ولا احساس؟ انا مراتك وام ولادك، يعني ليا حقوق عندك؟ عارف يعني ليا حقوق عندك ازاي؟ باختصار كده يا سلوى انت مالكيش اي حقوق، بالذات في البيت ده. وعلى فكره بقى انا خارج، وخارج اقابل واحده ست. بتقولي الكلام ده فوش يا ثابت؟ انا للدرجه دي ماليش قيمه عندك؟ لا مالكيش، ولولا ولادك ما كنتيش تقعدي في البيت ده لحظه واحده، واحمدي ربنا ان انا لسه متجوزك. Thank you.
بحبك ومقدرش اعيش من غيرك. صدقته وانا دلوقتي حامل مش عارف اعمل ايه. لو سبتي حامل يا لهوي. ايه اللي هببته يا سي قرف؟ يا بابا مش كل واحدة تيجي تقول لك كلمتين تقوم تصدقها. كل واحدة؟ دي بنت مرات فؤاد اللي بيشتغل معانا ناس كويسين ونعرفهم. يعني هي عشان أهلها نعرفهم تبقى بنت كويسة؟ الله يخرب بيتك، دي بتقول إنها حامل منك. يعني حصل. طب يا حبيبي لازم تتجوزها. هتجوزها؟ ايوه هتتجوزها ورجلك فوق رقبتك. انا خارج يا حاج، هروح اخلص شويه حاجات لمصنع الزيوت. طيب انا كمان خارج. ايه على فين؟ هروح لثابت افندي. خير ان شاء الله. احكي له على حكايه الوزير دي، هو لازم يبقى عارف هو اخوه يمكن يتنحرروا. وانت ماشي تعدي على اخوات سليم تشوفهم اذا كانوا عايزين حاجه. سلام ورحمة الله. أهلا يا بيه. أهلا يا أهلا. ثابت موجود؟ دي واحدة بس يا بيه وأنا أديهولك. أديها له ليه؟ ما أنا هدخله. مش هينفع بيه، أنا هنا بنفذ تعليماته. طب روح عندها. أهلا أهلا، إزيك يا بابا؟ منور. أخبار الشغل إيه؟ لا لا الحمد لله تمام. هو أنت عندك حد؟ دي زبونة. زبونة؟ ازيك يا حاج ابراهيم؟ اهلا يا ست ليلى. اهلا بيك يا حاج. طيب استأذن انا بقى يا حاج. وانت الزبائن اللي بيقولك بتطلعهم فوق؟ يعني انا مش جاي افتش عليك، انا كنت جاي عشان اخد رايك في موضوع انت واخوك يهمنا كلنا. تحت امرك يا بابا. الا حضرتك تعرف لنا رقصه منين؟ اشمعنى انت بتسهر في كبريهات؟ انت شايف ايه؟ مش عارف. مش عارف؟ انت فاكر ان ديلي نجس زيك؟ امال حضرتك عرفتها ازاي؟ دي بتقول انها تعرفك كويس. طب ما انا كل اللي يعرفوني بيعرفوني كويس. يعني ليلى من الناس اللي تعرف حضرتك؟ يا ابني انا مش فاهم. انا جاي لك بقول لك انا عاوزك في حاجه مهمه لينا كلنا. تقوم انت تسالني عن رقاصه وسين وجيم؟ وانت مش فالح غير في الهلس ولا ايه؟ يا شيخ جتك القرف. انا يظهر ما خلفتش رجاله. هو مين اللي يزعل، انا ولا هو؟ عاوزك دكتور دقيقه واحده بره. اتفضل يا دكتور. اطمن حبيبي، ان شاء الله التحليل هتطلع كويسه وهنطمن عليك. انا مش قلقان طول ما انت جنبي. انا ربنا يخليك لي. انا هطلع انا بابا نتكلم مع رفيق عشان اطمن. هو في ايه بابا؟ رأفت بقاله مدة واقف مع الدكاترة وعمال يتكلم، مش يجي يقول لنا في ايه ويطمنا؟ ما تقلقيش يا بنتي، هو جاب الأخصائيين دولت من بره المستشفى، هيعرف ايه المطلوب وهيقول لنا. ربنا يستر.
ادخل اول حاله لحضرتك يا دكتور؟ انا مش هقدر اشتغل النهارده. حولي المرضى بتوع للدكتور مدحت. انا تعبان جدا. حاضر يا فندم. مالك يا رفض؟ الممرضة بتقول انك حولت كل الحالات بتاعتك لدكتور مدحت. فيك ايه؟ بص يا اخويا، انا صحيح ست، بس مش الست اللي جناحها مكسور. انا اختك اللي فضلت جنبك ووقفت معاك وقوتك لغاية ما بقيت الدكتور رأفت. ممكن أضعف وممكن أتهز، بس ده عادي، ده الحجر بيتهز، بس عمري ما وقعت. ربنا يقويك يا رحمة. إن شاء الله هيقويني، بس مش عارف الأول هيقويني على إيه وهيجرى لي إيه. قولي إيه اللي أنت مخبيه علي؟ أخبي عليكي؟ أخبي إيه يعني؟ الحقيقة. هيبقى كويس إن شاء الله. إزاي؟ أنت من أول يوم وأنت رد فعلك كان غريب، ما كنتش فهمك، بس زي ما تكون فاهم، عارف، متأكد من حاجة أنا مش فهماها. مش عايز تقولي الحقيقة ليه؟ جمال فيه حاجة فيه. أنا مش دكتورة، بس عارفة جمال حالته مش سهلة. مش عارفة، أنا قلبي مش مطمن وأنت مش عايز تريحني. مش هخبي يا رحمة، مش هخبي. جمال تعبان، محتاج مننا إننا نقف جنبه، ربنا هو الشافي المعافي. أكيد ربنا هو الشافي، بس عنده إيه؟ أورام في الكبد. لولا الاختبارات اللي كنا بنعملها عشان موضوع الحمل كناش خدنا بالنا منها خالص. ازيك يا ابني؟ رحمة بنتي، فاكرها؟ والله أنا لما سافرت كانت هي لسه صغيرة، بس طبعا فاكرها. أهلا بحضرتك. أهلا يا مدام. أهلا يا ابني. في الحقيقة عمي أنا من الصبح بلف في الحتة هنا بدور على حتة أرض أشتريها. بس دي حتة قديمة، لا فيها بيع ولا شراء، ما تشوف في حتة جديدة؟ طب على الأقل ألاقي محل واسع. والمحل ده هتعمل فيه إيه؟ يعني كنت عايز اعمل منفذ لبيع السلع التموينيه باسعار مخفضه لاهل الحته، يعني زي الجمعيه التعاونيه كده. والله خير ما تفعل يعني. طيب انا هسبقك يا بابا. اتفضلي يا بنتي. باذنك. انا حاسس ان عليا دين كبير قوي لاهل حتتي، عشان كده قررت ان اخد مكتب هنا اباشر فيه شغلي واقابل فيه الناس. الله، هو انت ناوي تترشح في الانتخابات ولا حاجه؟ والله يا عمي انا مالي غرض للموضوع ده ابدا. ولقيت يا ترى المحل اللي ينفع للمشروع ده؟ لقيت بس مش واسع قوي. المهم عندي موضوع السرجه القديمه. سرجه الطيب تنفع مصنع كبير قوي شغل كل اهل الحته دي كلها، بدل عادتهم على القهاوي كده ومد الايد. والله عفرم عليك، ده العيال مش لاقيه شغل وبتطلع تشتغل بره، مصنع في الحتة يفيد، وهو الأجرة هتبقى إيه كويسة جدا جدا، لأن لا فيه لا مواصلات ولا مصاريف، والعامل منهم يطلع يتغدى له ساعة في البيت ويرجع تاني. طب يا ريت. خلاص يا حاج، يبقى بقى هتكلمنا الحاج إبراهيم، والبركة فيك أنت. أنا متهيألي الحاج مش هيتأخر. بعد إذنك. اتفضل يا حاج. هاتها جمايل وادي للمايل. شيخ غزال. ده مين يا أنا عباس ابن سعيد. فخص عليك وعلى اللي جابوه. وعباس ده حكايته ايه يا بابا؟
الله يا بنتي، هم كانوا عايشين عندنا هنا في الحتة. أبوه كان راجل طيب، كان عنده مشاكل كتير صحيح، بس برضه كان راجل طيب. توفى وانت لسه صغيرة. أما بقى عباس فقعد يتلطع من هنا لهنا، خناقات ولبش، وفجأة اختفى، لا نعرف راح فين ولا بيعمل ايه. والكلام ده من قد ايه؟ من يجي 20 سنة. طب وايه اللي رجعه بعد المدة دي كلها؟ رجع بعد ما ربنا فتحها عليه، راجل أصيل برضه. مش عارفة يا بابا، أنا مرتحتلوش أبدا. طريقة كلامه كده عجيبة وحركاته كده غريبة، أنا مش مرتاحاله، وعني زيغة بشكل. بس أنا بيقف قدامي مطاطي راسه محترم. طبعا يا بابا لازم يقف قدامك محترم غصب عنه. قولي عملتلنا إيه في عينات القماش؟ بص يا بنتي، ما تبصيش على الألوان، بص على القماشة. طبعا أستاذ. حلوين يا بابا، بس دول ما ينفعوش تيشرتات. لا، ما هو انت لو هتعملي جونيلات او بنطلونات خدي القماشه دي، فتلتها محمله وفيها خيط لنو ينعمها. يا حلو انت بتاع لنو. طيب يا حبيبي تسلم ايديك، ممكن انزل معاك بكره ولا بعده نجيب عينات التيشرتات؟ من عيني دي ومن عيني دي. تسلم عينيك يا حاج يا قمر انت. ها جهزتوا العقد؟ العقد اهو يا كبير. اتفضل يا حاج. ربنا يا ابني يفتحها في وشك روح ويملأ لك بركة. ادعي له كمان يا حاج، عباس بيرجع الحتة بمشاريع كتير. اللي هيمشي في الخير هيلاقي خير طول عمره يا ابني. اتفضل يا حاج. ده المبلغ كله يا حاج، ما بقيناش ولا مليم. مش هتسيبه حاجة لحد ما نسجل؟ يا حاج ده احنا اهل، بعدين انا اشتريت بالكلمة. وانا يا ابني عينيا ليك ولكلمتك، على قد ذوقك وقلبك الطيب. روح يا ابني ربنا يفتحها عليك. كل الإجراءات تتعمل للحاج وهو قاعد في البيت زي الباشا، حتى موثق الشهر العقاري يروح له لحد البيت. والله ما أنا عارف أعمل إيه يا ابني عشان أشكرك. كان نفسي إن أنا أساعدك بإيدي في عمل الخير اللي أنت ناوي تعمله لأهل الحارة والحتة. تتكلم مع أهل الحارة توعيهم من غير لف ودوران. عاوزك تقولي في ايه بين سميره ومراتك ومديحه؟ سمير ومديحه مالهم يا بابا؟ ايه مراتك ما قالتلكش؟ هي هتقول لي ايه بس؟ تقولك في ايه بين اخوها واختك. يا بابا انا اول مره اعرف ان في حكايه بين سمير ومديحه. طب ازاي هنعمل ايه في البلوى اللي نزلت علينا دي؟ اختك راكبه دماغها وعاوزانا اقابله، وبسبب الموضوع ده اتخانقنا وجرى لها اللي جرى. الدرجه دي متمسكه بيه؟ حصل امتى كل ده؟ يظهر انك خفية واخر من يعلم. يا بابا انا مفيش حد قال لي حاجة حضرتك عشان خاطر اعرف. طب اديني قلت لك يا اخويا. ها هنعمل ايه؟ والله سمير شغال في شركة كبيرة ومن عيلة محترمة، هيبقى عريس كويس. يا ابني خليك حقاني. طب انت وقلنا راجل مش هيقدروا يعملوا لك حاجة، لكن اختك غلبانة ما تقدرش عليهم. تقصد ايه يا بابا؟ اقصد كفاية علينا من العيلة البرنسيسة اللي خدناها. بابا انا حاسس ان في كلام حضرتك فيه تريقة. يا سلام، بتريق على روحي يعني؟ ليه؟ هي مش باكي دي تبقى مراتك؟ ولو خلفت لك عيل ولا عيلة مش انا ابقى جده؟ امال ايه بقى يا بابا؟ يا ابني لازم تفهم ان انا راجل كبير ومش ممكن ابدا اسمح بحاجة تحصل من ورايا، لا في شغلي ولا في عيالي، وخصوصا لو كانت حاجة متعلقة بمستقبل احفادي. وفي الحتة دي مراتك وعيلتها مش مظبوطين. تقصد ايه يا بابا؟ حضرتك تعرف ايه عن مراتي مخبيه عليا؟ وكمان غبي اتلهي واقعد. هو انا لو اعرف حاجه وحشه عن مراتك كنت هسكت؟ يعني حضرتك عايز ايه يا بابا؟ عايز سمير يبقى ملوش دعوه مديحه؟ انت شايف حاجه غير كده؟ خلاص يا بابا سيبنا الموضوع ده وانا هتصرف. يا ريت يا ريت تقدر تعمل حاجه صح مره واحده في حياتك. طمن يا بابا، قلت لك انا هتصرف. شكلك ده؟ مفيش يا ست ليلى. مفيش ايه؟ ايه اللي ملبسك في الثانية يا بت؟ هو انت مش قلتي انك هتديهولي؟
قلت لك هديكي فستان، لكن قلت لك هديكي الفستان ده بالذات. وبعدين انت ايه على طول فاتحه دولابي كده واخده منه كل اللي انت عايزاه؟ الرحمه. انا اسفه يا ست ليلى. بل اسفه بل عامله. امشي انجري اقلعي الفستان ده. استني ابي خديه وانت ماشيه. والنبي يا ست ليلى. يا بنت يا كهينه يلا نجري. عاوز اعرف دلوقتي ناويين تقفوا زي الرجاله وتشتغلوا في فلوسكم وممتلكاتكم ولا نفضها سيره؟ يا بابا احنا اولادك وطنعين لك في كل حاجه، انت ليه بس مش مصدق ان احنا زي حضرتك وممكن نفلح في الشغل؟ انتوا اولادي صح عشان امكم ست طيبه، اولاد حلال لان على حد علمي ما دخلش جوفكم انتوا الاثنين حاجه حرام، لكن برضو طالعين انتوا الاثنين تحبوا الحرام زي عينيكم وده اللي ماليش فيه ابدا. طب ايه رايك يا بابا نفتح صفحه جديده وننسى بقى المشاكل والهموم؟ هنفتح صفحه جديده وهنسى كل اللي عملتوه، بس المهم انتوا كمان تساعدوني عشان انسى. كلنا هنتغير، بس اهم حاجه والنبي يا بابا ثق فينا بقى وعاملنا اللي احنا كبار. موافق، بس اعملوا حسابكم انتوا الاثنين عشان اي حد فيكم يمسك مصنع محتاجين تدريب. يا بابا واحنا جايين من البيت، ما احنا عندنا خبره. خبره؟ عندنا خيبة. خلاص قلنا ننسى اللي فات، محدش فيكم يكلمني عن أشغالكم. من هنا ورايح أنا اللي هقول لكم تعملوا إيه وإزاي. طمنيني عاملة إيه دلوقتي؟ حرارتها قلت الحمد لله. حبيبتي يا بنتي استغفر الله العظيم يا رب. سلوى سلوى اسمي يا حبيبتي قومي ارتاحي انت شويه. حاضر يا ربي تقومي بالسلامه بقى يا بنتي. بقول لك يا رحمة قومي يا حبيبتي ارتاحي انت شويه. لا يا حاجة انا نمت كويس، انت اللي ما نمتيش خالص طول الليل. يا حبيبتي قومي انت تعبت كتر خيرك قومي. لا صدقيني انا مش تعبانه، روحي انت ارتاحي واقعدي مع الحاجة. طيب يا حبيبتي انا قاعده جنبها ما تقلقيش. كتر خيرك يا حبيبتي. معقول يا مديحة؟ معقول يا حبيبتي تعملي كده في نفسك؟ وعشان مين؟ واحد ما يستاهلش؟ من دول الله يا رب يشفيك يا رب. انت لسه صغيرة والمستقبل قدامك. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. ازيك يا محسن؟ ان شاء الله تسلمي يا استعتماد. ازيك يا علياء؟ اهلا اهلا يا باشمهندس. طمني مديحه عامله ايه؟ الحمد لله كويسه زي الفل. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ازيك يا حاج؟ السياره الحلوه دي وانت كمان وحشتيني قوي. اهلا ازيك يا حبيبتي؟ ولا كبرتي وبقيتي عروسه. اهلا ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله تمام. انتوا برضه لسه بتلبسوا الالوان زي بعض؟ اهلا وسهلا. يا سلام يا حاجه عليكي وعلى مقابلتك الحلوه دي اللي تفتح النفس. ربنا يخليك، بس ما كانش العشم بقى، يعني ما تجيش تزورينا غير لما تعرفي ان مديحه تعبانه. امال بقى انا لو جرالي حاجه هتعملي ايه؟ بعد الشر عليك يا حبيبتي. طمنيني مديحه عامله ايه؟ الحمد لله بقت كويسه وزي الفل. بتشربي ايه بقى؟ كتر خيرك يا حاجه. لا ازاي بقى تشربوا ايه يا اولاد؟ ميرسي يا طنط. لا ما ينفعش. ايه ميرسي يا طنط؟ شكرا. ايه ده اخيرا ولاد صبري عندي في البيت. ازيك يا علياء؟ ازيك يا عمرو؟ ازيك يا باشمهندس؟ ازيك يا عمرو؟ ازيك يا اعتماد؟ ازيك يا حاج؟ كده يا اعتماد ما تخليش العيال دي تيجي تزورني في البيت. طب وانا ذنبي ايه بس يا حاج؟ اهم قدامك اهم اسالهم بقى. ايه يا بنت ايه الحلاوه دي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وانت يا باشمهندس فاضل لك قد ايه بقى وتيجي تستلم الشغل ان شاء الله؟ اول ما النتيجه تظهر ان شاء الله. طيب خير. واللون الازرق ده فرقه كوره ولا ايه؟ ازيك يا استاذ ماجد؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ ازيك يا استاذ ماجد؟ الحمد لله تمام. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبي؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليك. بارك الله فيك. ازيك يا استاذ؟
ازيك يا علياء؟ ازيك يا استاذ ثابت؟ الحمد لله. الحمد لله يا حاج. ممكن تقول دلوقتي ان كله بقى تمام ما عدا الشرخ اللي في رجلي ده، بس بالعكاز يعني هقدر امشي وابقى تمام. يعني تقدر تنزل الشغل؟ ايوه حاج، انا من كام يوم قلت لصبري انا ممكن انزل الشغل ومفيش اي مشكله، قال لا لسه شويه. اه يا حاج المفروض لسه شويه. لا خلاص ينزل الشغل من بكره ان شاء الله، انا محتاجكم انتوا الاثنين معايا. طب هنعمل ايه في الورق اللي اتسرق يا حاج؟ مفيش حاجه تتعمل. يعني يعني هنسكت يا حاج؟ ما احنا لو عملنا تحقيق انت والاستاذ صبري اللي هتلبسوها، لان الاستاذ صبري اخذ الورق على عهدته ومضى عليه واداهولك بدون اي سبب رسمي. يعني لو حققنا يا حاج الجاني هيخرج منها زي الشعره من عجين واحنا اللي هنلبس فيها. بكره ان شاء الله نقعد في المجموعه ونفكر كده براحتنا. اه على فكره انا قلت لثابت وماجد يجوا يشتغلوا معانا من بكره. والله خير ما عملت يا حاج، بس المهم ينتظموا معانا يا حاج. ان شاء الله. مساء الخير. مساء الخير. ازيك يا بابا؟ ازي حضرتك؟ وانت حضرتك جاي متاخر، يعني في حاجه حضرتك معانا؟ زياره يا سيدي، بعدين ما انت عندك ضيوف اهو. بيتك بسم الله ما شاء الله بيت عز وانبساط. طبعا ما دام بتسهر بالشكل ده هتيجي الشغل ازاي؟ شكلكوا كده لسه بتبتدوا الليله. اتفضل يا بابا اتفضل. ايه ده، هو انتوا بتلعبوا كوتشينه؟ كنا بنتسلى يا انكل. اتسلى يا حبيب انكل. ما شاء الله ما شاء الله. ايه يا روحي شطبتوا بدري ولا ايه؟ سلمي على بابا يا فاكر. بابا؟ بابا مين؟ بابا ابويا. ابويا ايه اهو. كان لازم افهم ليه البيت ده ما فيهوش خير من زمان. طبعا البي صاحب البيت بيصرف كل فلوسه على المزاج والقمار، مش كده يا ماجد بيه؟ يا ابني يا اللي من صلبي اسمع، من النهارده مش عاوز اشوف وشك. يعني لو قابلتني في سكه تغيرها، ولو لمحتني في مكان ما تدخلوش، يوم ما يقولوا لك ابوك مات ساعتها بس تقدر تيجي تاخد حقك الشرعي في المراس. الفلوس اللي انا عملتها لك بالحلال عشان تعمل بيها الحرام اللي يعجبك. الكلب الوسخ. عشان خاطر اهدى يا حاج شويه. قلت لك هقطعه يا فردوس وما يدخلش البيت ده تاني لقمارتي الغشاش. معلش يا حاج، ده الشباب بيقلدوا الناس الافرنج. افرنج ايه يا فردوس؟ الافرنج دول ما هم بيشتغلوا برضه. بقول لك قمار قمار يعني خراب بيوت. اعوذ بالله. طب معلش يا حاج، ما هو لو كان عنده حته عيل كان خاف عليه من الحرام برضه، او كان طلعه زيه. احنا سبب، دي غلطتنا احنا، احنا سيبنا له السايب في السايب مع بنت خيريه. عشان خاطري يا حاج اهدى شويه، انا هتصرف، مالكش دعوة انت بأي حاجة. انا حضرت لك شوية تصميمات هتعجبك قوي، ولو عجبك حاجة منهم اختاريها وانا هتبقى سهل عليا في التنفيذ. اوكي. ايه رأيك في ده؟ حلو بس الوان غامقة. تمام. ايه رايك؟ ده بسيط قوي ونعم. حلو. طب وبالنسبه للالوان؟ والله الالوان حلوه، بس عارفه لو شلتي البني ده وحطيتي بداله ابيض او اوف وايت هيدي المكان اتساع اكتر. تمام.
طيب والريونات القديمة دي نخليها ولا نشيلها خالص؟ يعني لو قدرتي تستغليها وتدهنيها يبقى أحسن، حتى بيوفرتي لي كتير. طيب أنا محتاجة أسبوعين عشان أقدر أنفذ التصميم ده. يعني مش هستعجلك طبعا عشان ده شغلك، بس يا ريت تضغطي الوقت قد ما تقدري لأني فعلا عايزة أفتح المحل بدري قوي. طيب خلاص أوكي أنا هحاول ده. صبري صبري. في إيه يا اعتماد؟ عايزة إيه مني؟ عايزة قست الشاليه بتاع الساحل. يومين تلاتة أجيبهولك. أظن يعني ما فيهاش حاجة يومين تأخير. يومين؟ ليه يا راجل؟ أنت ناوي تطنش ولا إيه؟ أطنش؟ يا شيخة قرفتيني في عيشتي. راعي ضميرك معايا، أنت إيه؟ بتفتري عليا في كل حاجة؟ أنا بفتري عليك يا صبري؟ أيوة يا ستي، بتفتري عليا وزهقتيني في عيشتي وما بتراعيش ضميرك معايا. يا وصلت للدرجة دي؟ يا اخي حرام عليك، ده انت سودت عليا عيشتي. انا خلاص مش طايقك يا صبري، مش طايقك. انا اللي ما عدتش طايقك، انت ما عندكيش حاجه غير عايزه عايزه عايزه، خلاص ما عدتش قادر استحمل. الو، ايوه ثابت، انا علي. انا عايزه اشوفك دلوقتي باي شكل وفي اي مكان. لو فضلت تقفل معايا كده انا ممكن اعمل حاجه وحشه تندم عليها طول عمرك، فهمني ولا لا؟ انت بتكلمي مين؟ انا ما كنتش بتكلم اساسا يعني. وبعدين بقى علاء، هي ناقصاك انت كمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعالى هنا يا راجل، انت سايبني ورايح فين؟ طبعا ما انا كلامي مش عاجبك. بقول لك ايه، انت هتدفع فلوس الشاليه. يعني هتدفع فلوس الشاليه؟ لا اقول لك اسمعوا ده، اسمعوا ده يا اخويا، بدل ما انت خايف على الاولاد كده ما تسمع كلامي بقى. انا خلاص تعبت وزهقت منك. انا اللي زهقت وتعبت والله العظيم. انت كنسلت، انت عارف لما انت كنسلت، انت عارف لما انت كنسلت، قلت بس على شباك ولمحتك يا ولا بعدها ويا غني يا ولا ومشي ولمحتك يا ولا بعدها ويا. هو انت خارج ولا ايه يا سابت؟ شغلني يا ولا، يعني رايح مشوار سريع كده وجاي على طول. رايح مركز علياء للصيانه يا قلبي انت؟ مش عارف بس جايز اعدي عليهم. عند الباشمهندس ابو صوت ناعم. باشمهندس ايه وناعم ايه؟ اصل اللي كلمتني يا قلبي واحده ست ومرفعه يا عيني، صوتها صغنن قوي كانها عيله صغننه في ثانوي. واول لما حضرتك خدت التليفون مني قلت لها ايوه يا باشمهندس. ده انت يا سلوى. لا ما كانت ادت التليفون للباشمهندس. يا راجل يا ست زهقتيني بقى، كفايه اسئله. طب سؤال اخير. اتفضلي. هو مركز علياء للصيانه ده بقى مكانه فين؟ الله، هنفتح تحقيق بقى ولا ايه؟ ولا تحقيق ولا حاجه، انا بسال سؤال. بس 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 خلاص خلاص، استنى شوف مين. ايوه مين؟ اهلا اهلا اهلا. مش معقوله، ايه المكالمه الجميله دي؟ انا قلت اقول لك لو فاضي تيجي نرقص سوا. لا طبعا. لا عارف المكان. طيب اوكي انا هستناك في العربيه وندخل سوا. ماشي، هغير هدومي وانزل على طول، مش هتاخر. باي. طب لو قلت لك يا قلبي خليك معايا النهارده. وليه يعني؟ اشمعنى النهارده؟ معرفش يا ثابت، عشان خاطري خليك معايا النهارده. قلبي عمال يدق كده وحاسه مش عارفه في ايه، عشان خاطري خليك معايا. ما انت زي الفل اهو. وبعدين يا ستي لو عايزاني اطلبيني وانا 10 دقايق ابقى عندك. يا حبيبي ما جتش على يوم، ما انت كل يوم بره. خليك معايا النهارده بقى يا ثابت. لا لا لا، اصل النهارده بالذات ما ينفعش، اصل انا عندي شغلانه جامده قوي. شغلانه جامده قوي ازاي يعني؟ قصدي يعني فيها مكسب جامد قوي وانا مش هعتقها.
وبعدين بقى يلا بقى سيبيني لحسن انا اتاخرت. يلا باي باي. على جنب هنا، على جنب يا استاذ. ماشي اتفضل. انت كده يا بنتي المكان ده هو اللي انت عايزاه؟ ايوه هو. افضل معاكي؟ ربنا يخليك يا استاذ. براحتك. حيوه دي بس تعملي هنا بس يا مز اما تاهو. مساء النور يا حبيبي. مساء الخير علياء. علياء بابا، هي علياء ما جاتش ولا ايه؟ ما جاتش منين؟ هي خرجت؟ خرجت من ساعة ما كنت انتوا بتتخانقوا، المفروض تكون رجعت من بدري. الساعة كام دلوقتي؟ الساعة داخلة على واحدة. واحدة؟ ايه؟ تليفونها مقفول. إيه؟ مقفول؟ بنتي، بنتي علياء فين؟ بنتي فين؟ اهدي يا ماما، بس نسأل عليها. اهدي من فضلك، من فضلك اسكتي. شوف لي يا ابني نمرة أي حد من أصحابها نسأل عليها. نمرة أي حد من أصحابها إيه؟ حرام عليك يا أخي، زودت علينا عشتنا، البنت تفشط من عمايلك يا صبري. من فضلك اسكتي، نسأل عليها الأول. نسأل عليها إيه؟ قوم يا راجل دور على بنتك، قوم. Thank you.
لازم يمر 24 ساعه لاختفائها عشان نقدر نعمل محضر. 24 ساعه هو ده القانون. يعني لو اخت حضرتك او بنتك. يا استاذ انا والله مقدر الموضوع، بس احنا بنتكلم عن محضر رسمي وهو ده القانون. ايوه بس دي حاجه غلط جدا. هو فعلا غلط، بس متهيألي ده مش وقت مناقشه الغلط والصح. طب احنا نعمل ايه وبنتنا في الشارع ما نعرفش عنها اي حاجه؟ نحاول نوصل للمعلومات اللي ناقصانا. لازم نعرف البنت كانت رايحه لمين. ما هو مش معقول يعني هندور في القاهره كلها، انت عارف القاهره كلها قد ايه صعب جدا، ويبقى كده بنضيع الوقت على الفاضي. ايوه بس ده روح انسانه في خطر. احنا ضيقنا دايره البحث ودلوقتي ممكن نوصلها اسرع. من فضلك حضرة الضابط تكثفوا البحث، لازم نوصل لها باقصى سرعه. ان شاء الله ربنا يسهل. الحمد لله علياء فاقت يا حاج وتكلمت. الف مبروك يا صبري. الحمد لله. الحمد لله. تسمح لي استاذن عشان اروح لهم المستشفى؟ ايوه طبعا، وانا هخلص اللي قدامي وهحصلك على طول. انا في مصيبه يا حاج، في مصيبه. ربنا يهون عليك. توكل على الله. الحمد لله. نورتي يا رحمه يا حبيبتي، مجيتك دي غاليه عندي قوي. ربنا يخليكي. دي علياء دي اختي حبيبتي. الو. ايوه. طب لحظه واحده. معلش يا رحمه، هاخد التليفون ده يا حبيبتي وارجع لك على طول. اتفضلي خدي راحتك. عن اذنك. قولي لي يا علي، انت متاكده انك ما تعرفيش حد من المجرمين اللي عملوا كده؟ رحمه. نعم. ممكن اسالك على حاجه وتفضل سر بيني وبينك؟ ينفع؟ اكيد يا حبيبتي ينفع. قولي. انت طبعا عارفه ثابت. ثابت؟ قصدك ثابت ابن الحاج ابراهيم الطيب؟ ايوه. لو وحش مفترس اصطاد فريسه وسابها رماها وجا حيوان جعان كل الفريسه دي، يبقى نلوم على الحيوان الجعان ولا على الوحش المفترس اللي اصطاد الفريسه وهو شبعان وسابها؟ انا مش فاهمه انت عايزه تقولي ايه، وايه علاقه ده بثابت؟ انا ما جبتش سيره ثابت اصلا. انت دلوقتي سالتيني على ثابت. قصدك الوحش. الوحش؟ ايوه الوحش. طيب يا حبيبتي اهدي اهدي بس وركزي في صحتك، وان شاء الله لما تبقي كويسه وتخرجي من المستشفى انا مش هسيبك ابدا، هاخدك تشتغلي معايا وكل حاجة هتبقى كويسة. اتفقلي في وجه الله خير. ايه يا رحمة يا حبيبتي؟ سبتيها ليه؟ قلت سيبها تستريح شوية. ما تقلقيش ان شاء الله هتبقى كويسة، اطمني. يا رب. خير يا بنتي؟ البنت عاملة ايه؟ والله يا بابا مش كويسة ابدا، ربنا يستر. ليه كف الله الشر؟ مش عارفة، الموضوع كده متلخبط وشكل الحاج إبراهيم هيتورط فيه. إيه؟ الحاج إبراهيم؟ ربنا يستر. إيه دخل اللي حصل لعلياء بالحاج إبراهيم؟ بابا في لخبطه جامده قوي. يا رب يا رب اللي في دماغي يطلع غلط. يعني اخر حاجه افتكرتيها عربيته اللي ركبتيها في الحته الفاضيه دي. طب تقدري تفتكري كانت الساعه كام بالظبط؟ حوالي 7:30. وركبت ايه وانت رايحه له مكان ما قابلتيه؟ ركبت تاكسي. تقدري تفتكري اوصافه؟ لا مش فاكره. طب تفتكري انه طلع منديل مثلا من جيبه فيه ماده مخدره حطها على مناخيرك، ولا عمل ايه يعني عشان تفقدي الوعي؟ شربك حاجة مثلا كانت معاه؟ أنا مش فاكرة حاجة خالص. طب ركزي معايا شوية، هسألك سؤال مهم أوي. تعبت نفسك ليه بس يا حاج؟ تعبت نفسي إيه يا صبري؟ دي بنتي. ربنا يخليك لينا يا حاج وما يحرمناش منك. ما تدخل يا علاء يا ابني، شوفهم اتأخروا ليه؟ عايز أدخل أطمن عليه. حاضر يا بابا. خير يا حضرة الضابط، وصلتوا لحاجة؟ هايو حاج. يا
يعني عرفتوا مين اللي عمل الحكايه دي؟ عرفنا حق. طب الحمد لله كويس قوي. مش كويس قوي حق. في ايه حضره الضابط؟ علياء بتتهم ثابت ابنك باغتصابها. نمرة 9. ايوه. امال فين دكتور رشاد؟ الدكتور رشاد خلص كشف. روح يعني ولا موجود؟ لا في اوضه الاشعه تقريبا مع المريض. ومن امتى دكتور رشاد بيروح مع المرضى اوضه الاشعه؟ تقريبا ده معرفه. معرفه. هو يعني مش بيهتم غير بالناس المعرفه؟ يا فندم انا ماليش دعوه بالامور دي. وقريبه ده اسمه ايه؟ تقريبا اسمه مختار. مختار. وحضرتك قاعده بتتزوقي وسايبه الناس واقفه طوابير بره؟ انا اسفه يا فندم. انا اسفه يا فندم. طيب عملوا له تقريبا كل التحاليل والاشعاعات اللي عندنا المتعلقه بالتجويف البطني. وهو الراجل كان بيشتكي من ايه؟ زي الفل، ما عندوش اي حاجه. طب امال اللي بيعمل كل التحاليل والفحوصات دي؟ دكتور رشاد قال لازم نعمل له كل التحاليل عشان نطمن انه ما عندوش اي حاجه، والراجل حالته الماديه زي ما انت شايفه. فعلا هو شكله غلبان قوي. طب انتي قلقانه من ايه؟ انا بقالي فتره مش مستريحه باللي بشوفه هنا خالص. في ناس كتير بتيجي المستشفى وبنكشف عليهم وبنعمل لهم تحاليل وفحوصات وبنقرر لهم عمليات وبنطلع لهم موافقه بعمليه مجانيه، وفجاه بيختفوا ما بيجوش تاني. هيختفوا يروحوا فين؟ هيلاقوا مستشفى زي دي تعمل لهم عمليات صعبه جدا وغاليه جدا بالمجان؟ مش معقول. مش هيلاقوا. والغريب انهم دايما مرتبطين بمواعيد كشف الدكتور رشاد. انتي في حاجه في دماغك؟ قوليلي كده من الآخر بتفكري في إيه؟ من بدري وفي انتظار حضرتك. أقعد. هتكلم معاك دلوقتي بس عشان الظروف اللي احنا بنمر بيها. ايه اللي حصل يا بابا؟ احنا في ازمه كبيره، اكتر من اي ازمه عدت علينا قبل كده. ما بقتش الحكايه زعلي من تصرفاتك انت واخوك. بقى في نيابه وسجن واحتمال اعدام لاخوك. نهار اسود، اعدام؟ اعدام وفضيحه تفضل لازقه فينا طول حياتنا. علياء قالت انها اخر حاجه فاكراها انها ركبت العربيه مع اخوك ثابت، وبعد كده لقيت نفسها في المستشفى. بس ثابت قال انه ما راحش. لو كان عمل حاجه مع البنت دي كان زمانه قال لي. وانا كمان قعدت مع الست اللي قال انه كان معاها ليلتها، وتاكدت انه كان معاها في نفس الوقت اللي علياء قالت انها ركبت معاه العربيه. مش معقول يا بابا. انا مش عارف هي قالت عليه ليه كده. مش فاهم انها كده بتقضي على مستقبله وحياته. اكيد عايزه توديه في داهيه. دي اخره المشي البطال. اخوك طول عمره يسيب الحلال ويجري ورا الحرام. ما اعرفش ان ربنا ما بيسيبش حد. اعمل زي اللي قتل 100 مره في الاخر اقف اشوف حاجه ما عملهاش. المهم دلوقتي تجري تشوفه فين وخليه يسلم نفسه. مش عايزه يبقى هربان منهم. جايز ده يساعده في القضية. يا عبد الحميد. تحت أمرك يا فندم. انده للمتر عطلة. شوفوني في ايه؟ في ايه؟ عايزين ثابت ابراهيم الطيب. هو مش موجود، فهمني في ايه؟ في ايه يا سلوى؟ البوليس هنا بيعمل ايه؟ اتفضل معانا واحنا هنقول لك احنا هنا ليه؟ هتفضل معاك على فين؟ على اسم، اتفضل معايا على فين؟ ثابت انت عملت ايه؟ والله ما عملت حاجة. شفت يا بابا؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟
ده حتى لما كان جمال راقد في المستشفى وبيموت ما فكروش يجوا يطمنوا عليه، ودلوقتي جايين يطلبوا حق مش من حقهم. هي نوع من البشر دول، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ادخل. اهلا يا ابو علي. مش انت قلت لي قبل كده لو نعرف نخلي حد من عندنا من ضمن المرضى اللي بياخدهم رشاد لعيادته هنعرف تفاصيل اكتر؟ اكيد طبعا. طب اهو الملازم حسن نور الدين هو ده اللي هيدخلنا عند رشاد. ايوه بس يعني هيقدر يمثل دور المريض؟ اصلا اعرف ان ضباط الشرطه ليهم طله كده وطريقه معينه في الكلام، فاخاف لا ينكشف. متقلقيش، حسب ما بكره هيجيلكوا المستشفى لانه محتاج يكشف ويعمل شويه تحاليل طبيه، وطبعا ده راجل فقير ما عرفتوش اي حاجه ولا هيقدر يدفع اي حاجه. المهم لما حضرتك تشوفيني في المستشفى تساعديني وانا عليا الباقي. اتفقنا؟ اتفقنا. ده انا كنت فاكره ان مرتبك اكبر من كده بكتير، بس اكيد بقى المكافئات بتعوضك. لا انا ما باخدش غير المرتب بس. بس احنا عندنا في الشركه نظام مكافئات، يعني يمكن في السنه مره لو الواحد خد مكافاه. ازاي الكلام ده؟ ده انت وظيفتك في منتهى الاهميه. يعني عشان طبيعه شغلي مع الحاج ما فيهاش لا سهر ولا اوفر تايم، ولو حصل مره والحاج اتاخر في المكتب يقول لي روح انت، على اساس ان انا لو قعدت شويه هاخد لي قرشين زياده. انت وضع غريب جدا، مع ان اللي اعرفه ان الحاج مش بخيل. ما قلتش بخيل، انا بقالي مع الحاج اكتر من 9 سنين سكرتيره الشخصي بما يرضي الله، ودايما كان يقول لي انا مش عايز اميزك على حد في المجموعه عشان ما حدش يتكلم عليك، هيتكلموا عليا يقولوا ايه؟ ما اقول الكلام اللي انت بتقوله ده. ما حدش يقدر يعرف حجم تعبي مع الحاج الا انا وهو، ويا ريته بيعمل زي ما بيقول، الاجره على قد التعب. المشكله دلوقتي مش في الحاج، الحاج نايم لا بيه ولا عليه. فعلا، وبكره ماجد وثابت يقعدوا مكانه ويا عالم هيتصرفوا ازاي. بص يا عبد الحميد، احنا كل واحد دلوقتي بيدور على مصلحته، صح؟ صح. اللي زينا يهمهم ان مصلحتهم تبقى مع مصلحه الشغل، واللي هيحقق لنا ده احنا معاه. انا افضل ان انا ابقى معاك يا نهى. لا يا استاذ عبد الحميد، غلط. المفروض ما يبقاش في بيني وبينك غير الشغل، وما نتكلمش في حاجه غير الشغل علشان نقدر نشوف مصلحتنا ونكسب كويس، ولا ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت عندك طريقه ممكن تكسبيني بيها اكتر بكتير. طب ازاي؟ مشوش عليا يا استاذ عبد الحميد، تستعجلش قوي كده. انا ما كانش عندي مانع اجيت. انا اسفه. عشان كده اي عمليات شراء هتتم خلال الفتره اللي جايه لازم تبقى طبقا للاصول القانونيه. وانا بقى احاول اجيب اسعار اقل من السوق كله. انا عارف انك انت تقدر تعمل كده يا حاتم، برافو عليك. الناس دول بقى لو قدروا اهميتنا قد ايه هيقدروا يستفيدوا كتير قوي مننا، واحنا كمان هنستفيد. طب في حاجه معينه عايزها مني انا؟ ثابت بيه مسؤوليتك، والتعامل معاه هيبقى من خلالك، واي حاجه مش هنلاقي لها حل داخل المجموعه هبلغك بيها تتعاملي معاها. تمام يا رفعت بيه. وانا شخصيا هبقى جاهز لترتيب كل اوراقنا ولاي سؤال لحي حد منهم، بس بشرط محدش فينا يتحرك لوحده. والله انا خايف اشتغل معاكم ما الاقيش اللي يقدرني. حبيبي انا عارف انك انت عامل مجهودات عظيمه قوي وما لقيتش اي تقدير. احب اطمنك يا عبد الحميد ان احنا غير الحاج خالص، ما
ونعرف نستفيد من المجموعة كويس، وعشان كده لو هم ما عرفوش يقدرونا على مجهودنا ويكافئونا عليه احنا نعرف نكافئ نفسنا كويس قوي. واحب اقول لك انك انت خلاص بقيت واحد مننا، يعني ما تقلقش. اتفضل يا دكتور رشاد. اهلا يا مدام رحمه، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. اهلا وسهلا. اهلا يا دكتوره هاله، ازيك؟ ازاي حضرتك يا دكتور رشاد؟ خير يا فندم. اتفضل استريح. حاضر. خير. الاخ اسم حضرتك ايه؟ حسن. حسن محمد التهامي. الاخ حسن محتاج يعمل عمليه زايده، وفي الحقيقه هو مش هيقدر يدفع المصاريف الرمزيه اللي احنا عاملينها هنا في المستشفى، فانا اقترحت انه مصاريف فتح اوضه العمليات ومقابل التمريض هنخلي المستشفى تتحملها، اما مستلزمات الجراحيه انا اللي هدفعها. فكده فاضل اتعب حضرتك، يا ترى ممكن تعمل معانا ايه؟ طيب يجي دلوقتي في عيادتي نكشف عليه ونشوف هنعمل له ايه. طب يا سيدي خلاص، دكتور رشاد وافق اهو. في حاجه تاني؟ متشكره قوي يا دكتور، روح بقى يا اخ حسن مع الدكتور وهو هيعمل لك اللازم. طيب فهم، تعال معايا يا حبيبي. اتفضل. الواد جالك هنا ولبستيني العمه وسكت، انما تروحي تزوري ابوه في المستشفى؟ تعرفي حضرتك تقولي لي ايه العشم اللي ما بينك وما بينه للدرجه دي؟ بقول لك يا حسام كده مش حلو. هو ايه اللي مش حلو يا ست المزز؟ انت في ايه يا راجل؟ انت بتراقبني ولا ايه؟ على فكره انا ما اقبلش انك انت تعملي كده. ولا انا اقبل انك تعمل كده. هو انا مش راجلك ولا ايه؟ اه هو انا ما قلتلكش مش انا ماليش راجل ولا انا ست بتاعت حد؟ انت في ايه يا باشا؟ انت فاكرني ست سبيشيال؟ ده انا برقص لكل اللي في المحل. اه بس احنا هنا مش في المحل. انت كده صح، احنا هنا في بيتي، وفي بيتي اعمل اللي على مزاجي، ولا حد يعمل عليا راجل ولا يعلي صوته عليا. افهم من كده انك بتطرديني؟ لا يا نبض قلبي، هو انا اقدر؟ اما اعيش ازاي؟ اهلا بيك بالذوق والادب، تكتر في الكلام الباب يفوت جمل. عجبك على كده اهلا وسهلا، مش عجبك انت عارف طريقتي يا حسام. بتضربني يا حسام؟ بتضربني؟ هفرجك الرقاصة هتعمل فيك ايه؟ هترجع تبوس رجلي وساعتها انت ونصيبك. غور غور من وشي. هغور وهمشي، انما هتندم يا مزة. خد نفس يا حبيبي كده، اكتمه بقى. برافو، تمام. هنروح على جنبنا الشمال شوية، جنبك شوية كده، ونفس الطريقة هناخد نفس برضو. اكتم النفس ده، انت هايل، شكرا. يلا انا دي لهنا شوف الجل اللي عندك ده. تعال. مين بقى استاذ قالك ان عندك ازاي ده؟ بطني مغصت يا دكتور. نعم. ولما رحت للدكتور بتاع الوحدة اللي في الحتة قال ان دي زايدة. انت اخر مرة اكلت لحمة امتى؟ لحمة حد الله ما بيني وما بينها يا دكتور. بص يا حبيبي انت صعبت عليا، ربنا يخليك، عشان كده هديك الدواء ده من عندي، هيضيع لك التعب ده تماما. لا يسترك يا رب. وكمان يا سيدي خد. وده ايه؟ لا مؤاخذة، ده الكارت بتاعي، لو حبيت ترزق بعشر بواكي من غير ما تسافر بره ولا تتمرمط ولا حتى تخطي بره بيتكم خطوة واحدة كلمني. بواكي يا باشا؟ عشر بواكي يا حبيبي يعني 10,000 جنيه. عاوز طبعا ابوس ايدك يا دكتور. يا عم انا عارف، انا مش هاخد الكارت ده، انا مش بتاع كروت، انا قدامك اهو. قول لي امشي على الريف، امشي على ايدك، وقفني للسحر يرمي عليا سكاكين، هقول لك دخلني للاسوده يمصمصوني. بس ابوس ايدك يا دكتور، اديني العشر بواكي. العيال في البيت معدتهم لزقت من كتر الجوع، ولولا وقفت ولاد الحلال اللي زي حضرتك ما كناش لقينا اللقمه من اصل. برضه خد الكارت ده وكلمني بعد اسبوع. اسبوع؟ بص حسن، خد دول كمان. ودول ايه لا مؤاخذه يا باشا؟ دول 100 جنيه. 100 جنيه؟ بركة دعاك يا اما. بس اسمع، تحت امرك. تطلع من هنا على بره على طول، مفيش حد تكلمه في السكه، ولا اداني
ولا جابلي ولا بواكي ولا حيديني. مفيش سيرة لحد، فاهم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليك قاعد يا حاجة، هو أنا غريب؟ إيه أخبار الحاج؟ الحمد لله، والله مش كويس يا حاج. ليه؟ جد جديد؟ تعبان قوي وعمال يقول كلام يقطع القلب، حتى هو في شدته شايل همنا كلنا. طب ابراهيم الطيب، ما انت عارفاها يا حاجه. ايوه هو صح يا حاجه. ايوه مستنيك جوه. طب بعد اذنك. اتفضل. اهلا وسهلا يا بهوات، الحمد لله ان انتوا جيتوا عشان العالم كله يعرف ان مجموعه الطيب ليها بدل الاداري واحد واثنين وثلاثه. اتفضلوا. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع الزملاء الموجودين هنا في المجموعة، بتمنى لكم كل توفيق، وأحب أطمنكم إن إحنا كلنا هنا رجالتكم وهنشتغل معاكم بقلبنا زي بالظبط الحج ما كان موجود، ولحد الحج ما يرجع إن شاء الله بالسلامة ويرجع لنا المجموعة. أنتوا بس عليكم الأمر وإحنا علينا الطاعة والتنفيذ. إيه رأيكم يا بهوات؟ ده شيء طبيعي وده اللي كنا حاسين بيه كلنا، وربنا يجعل فيكم البركة وما يطولش علينا غيبة الحج. هو في الحقيقة عشان خاطر غيبة الحج ربنا يرجحولنا بالسلامة، أنا كنت عايز أقترح عليكم اقتراح. كل اقتراحاتكم وأفكاركم وكلامكم على دماغنا، ومش عارفين من غيركم كنا عملنا إيه. وعموما أنا برضو عندي شوية أفكار لازم أعرضها عليكم، ولا تحب انت تتكلم الاول يا استاذ صبري؟ هو في الحقيقة لا، ازاي بقى ثابت بيه؟ حضرتك تؤمر واحنا ننفذ، يعني حضرتك تتكلم الاول وبعدين يجي دورنا بعديك. من غير تطويل، انا معايا هنا شهادة طبية من المستشفى بتوصف حالة الحج، والحقيقة هي حالته سيئة وبتزيد يوم عن يوم، وانا بقترح اننا ننقل الاستاذ ماجد الطيب لصلاحيات المختلفة للحج، وانا شخصيا والاستاذ سمير جزء اختي مديحه بندعمه للمنصب ده. وانا بايد الاقتراح ده وفورا. وانا كمان. وحضراتكم معاكم طبعا، بس انا كنت عايز معاكم طبعا يا ثابت بيه، اصل حاسس ان ممكن يكون لحضرتك راي تاني. ايوه الحقيقه أنا لا راي تاني ولا تالت يا ثابت بيه، الحقيقه ده كان راينا قبل ما نقابلكم النهارده. بالشكل ده يبقى فيه اجماع في التصويت، وانا هعمل محضر الجلسة وامض كل الحاضرين واخلي عبد الحميد يبلغ الجهات المعنية عشان نبدأ من بكرة في تنفيذ القرار المؤقت. ربنا ان شاء الله يرجع لها الحج بالسلام. طب نقرأ الفتحة على الكلام الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا حاج؟ مش كنت تناديني في ايه؟ انا لقيتك نايمه على الكنبه ما رضيتش اصحيكي. تصحيني ايه بس يا حاج؟ ده انا ما رضيتش حتى انام في الاوضه التانية، قلت خليني جنبك هنا عشان لو عوزت اي حاجه تلاقيني جنبك على طول. عاوز ايه يا حاج؟ عاوز اشرب.
عناية عناية يا حرك. بالشفاء، صحة وعافية يا رب. الحمد لله. مالك يا فردوس، انت زعلانة عشان اللي انا فيه؟ سلامتك يا حاج، مفيش حاجة. تزعليش، انا مش زعلان، الحمد لله مبسوط ان ربنا ألهمني وقدرني أعمل لك اللي أمن لك حياتك من بعدي. أنا مش عايزة أي حاجة، أنا عايزك أنت تفضل في الدنيا دي، أنا من غيرك ولا حاجة يا حاج. إيه المكان الغريب؟ أنتوا جايبين هنا ليه؟ وإيه الموضوع الخطير اللي مينفعش نناقشه اللي هنا؟ احنا لحد دلوقتي مفيش ما بيننا وما بينك غير كل احترام يا باشا. وانا تحت امركم. ايه الموضوع يا باشوات؟ انت رحت للحاج النهارده؟ ايوه رحت للحاج. كنت لوحدك؟ يعني ايه كنت لوحدي؟ ارجو يا متر اللي انت ما تخبيش علينا حاجه. اخبي عليكم؟ اخبي عليكم ايه؟ انا مش فاهم حاجه. حضرتك رحت النهارده لبابا وكان معاك موثق من الشهر العقاري، ممكن نفهم ليه؟ شوف يا بهوات، روح اسألوا الحاج وقولوا له هو اللي يقول لكم. بس احنا عايزين نعرف الحقيقه منك انت. حقيقه ايه؟ حقيقه ايه اللي عايزين تعرفوها مني؟ وبعدين بقى متر عطا الله، مش عارف ليه انت مصر اللي احنا نزعل منك. ما تقول وريح نفسك وريحنا. كنتوا بتعملوا ايه الصبح؟ بتوثقوا ايه؟ بيع ولا شراء ولا تنازل؟ لان اي حاجه من دول ليها علاقه بينا. شوف يا بهوات، انا موظف عند الحاج، محاميه ومستشاره القانوني، والراجل استأمنني على سر وقال لي بالحرف الواحد يا عطا انا مش عايز اي حد يعرف، وعشان كده انا ما اقدرش اقوله. كنت عارف وواثق يا متر ان انت هتقول كده وتزعلنا منك. منور يا متر. مساء الفل يا باشا. في ايه يا عباس؟ انت هتفضل كل شويه رايح جاي عليا ولا ايه؟ دي اخر مره، بعد كده تاخد ميعاد وهو هيبلغ. يا باشا يا باشا، انا جاي لك في موضوع مهم قوي. طب اقعد. عايز اعرض على سعادتك العقود. الملف ده فيه العقود وفيه كمان رسومات سنتر الطهر. المشروع ده مبدئيا كده مش هيكلفنا اقل من 30 مليون جنيه، وهنشغل فيه حوالي 400 ل 500 عامل وصنايعي وموظف، يعني في السنه كده هنصرف لنا 20 مليون، كمان في 3 سنين نقول صرفنا 100 مليون. اطلب لنا 2 قهوه. حاضر يا فندم. بس انا كنت عايز نتحرك في مبلغ ما يقلش عن 200 300 مليون جنيه. ما احنا ممكن نبدا المشروع بال 200 مليون دول، وبعد سنتين ثلاثه هنوصل لسعادتك عايزه. ايوه بس دي فتره طويله قوي. والله يا باشا احنا بنعمل كل اللي نقدر عليه. بص يا متر، محدش فينا هيتعتع من هنا غير لما نعرف الحقيقه. مفيش محامي محترم بيكسب اسرار موكله ولا يبقى خايل لشرف المهنه. بس انت محامي المجموعه، يعني محامي ابونا ومحامينا من بعده، تفرق ايه؟ لا تفرق كتير يا ثابت بيه، تفرق ان الحاج ابراهيم الطيب لسه عايش. وانت كمحامي الحاج ابراهيم الطيب اللي هو لسه عايش، مش المفروض تاخد موقف لو موكلك ده عمل حاجه غلط؟ يعني المفروض ان انت ما تساعدوش على حاجه غلط. ومين قال ان في غلط حصل؟ انتوا ليه بتفتكروا حاجه زي كده؟ ما لو ما كانش في حاجه غلط حصلت ما كنتوش خبيته. يا باشا ده شغلي، شغلي اخبي الصح والغلط. اعتبر انك قلت تحت ضغط. بس مش هي دي الحقيقه. بسيطه، نخليها هي دي الحقيقه. ما تقول بقى يا متر، ما توجعش قلبنا. يلا يا استاذ عطا الله، ما تنساش ان احنا اصحاب مصلحه وحق. وبعدين انت ليه بتنحشر اصلا بين اب واولاده؟ يا بهوات ده شغلي، ما ينفعش اخرج اسرار موكلي، انا عمري ما عملت كده. كده بتكون لنا الغلط. يا ثابت تعب عليك،
اللي بتعمله ده هو الغلط. هتتكلم ولا نحتفك من هنا؟ ايه مش هتتكلم ولا ايه؟ مش كده يا ثابت، الموضوع ما ينفعش يوصل لكده، الراجل هيموت مننا. قول له يا باجد بيه، قول له خليه ياخد باله ان في غلطات بتحصل وقت الانفعال، ما ينفعش انها تتصلح. صدقني يا ثابت بيه، اقسم لك بالله ما في داعي لده كله. انا مصدقك يا متر، اهدى بقى يا ثابت بيه، وانت كمان ما تعصبوش. الله، احنا كل اللي عايزين نعرفه منك ايه الحقيقه، ما طلبناش منك ورق. ما تخلصنا بقى، مفيش داعي الموضوع يكبر اكتر من كده. انتوا ناس محترمين ومتحضرين، وعمركم ما هتعملوا حاجه غلط. صدقني والله العظيم الحاج ابراهيم الطيب ما عمل حاجه ضدكم، بالعكس ده كله اللي عمله في مصلحتكم. لما هو في مصلحتنا يبقى من حقنا نعرف. ما ينفعش، هو قال اللي بتقولش لحد. يا متر احنا ولاده. صدقني يا ماجد بيه، والله العظيم ثلاثة عملها لكم مفاجأة، ومفاجأة سارة كمان. بابا عاملين مفاجأة سارة؟ أيوه والله العظيم، أقسم لكم بالله هي دي الحقيقة، وإحنا مصدقينها. حبيت تكوني أول واحدة أشوفها في بداية حياة العملية. مبروك يا علاء، خلاص بقيت مهندس. أنت عارفة علياء؟ انت اول واحدة في الدنيا تقول لها باشمهندس، انت فاكرة ولا لا؟ وانت كنت عايزني ابقى دكتورة، انت حققت لي املي، لكن انا لا. مين قال كده؟ انا كل اللي كنت عايزه انك تعمل اللي انت عايزاه، وبعدين هم العيال الصغيرين كده عايزين حاجة من اتنين، يا دكتور يا مهندس. جايز، بس انت برضو طلعت اشطر مني. انت كمان شاطرة، مسيرك تخلص دراستك، وساعتها بقى يا ستي هبقى انا وسطتك. هو انت اشتغلت فين؟ لا يعني انا لسه ما بشتغلش، انا رايح لسه اشوف الشغل، بس انا يعني حابب اشوفك عشان انا بتفائل بيكي. ادعي لي ربنا يوفقك وتبقى اكبر مهندس. صباح الفل. صباح الفل يا حبيبي. قول لي يا بابا، انا هروح لمين في المجموعه؟ هتروح للاستاذ عزت في الدور الثالث، هو عنده الامر الاداري وهيعمل المطلوب. تمام، وانا هستلم الشغل النهارده. طبعا، روح له بس وهو هيعمل المطلوب. تمام، امسك. انا معايا يا واد. امسك ما تتكسفش، ده مبلغ صغير تمشي بيه نفسك لحد اما تقبض، واعمل حسابك ده اخر مبلغ حدهولك. يلا 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 عشان ما تتاخرش. يلا. صباح الفل. صباح الفل. يا اخيرا الحلم اتحقق. صحيح هو بيحصل في وقت صعب علينا وعلى المجموعه، لكن كله يهون. المهم ان علاء الولد الصغير كبر وبقى الباشمهندس علاء، ورايح شغله كمان. يا ثابت. نعم. انت مالك جسمك بترعش كده ليه؟ اصل ما نمتش طول الليل. ومين سمعك؟ عمال اتخيل لو ما كنتش لحقتني ورميت عطله من فوق الجبل كان ايه اللي حصل. بقول لك يا ثابت، وحيات ابوك اهدى شويه، انا مش ناقص توتر. اصل انت مش واخد بالك من حاجه. حاجه ايه؟ احنا كده دخلنا في مشكله جديده مع بابا، ده غير ان عطله من هنا وراح مش هيرضى يتعاون معانا في اي حاجه. يا سيدي اسكان على عطله فنصالحه، المهم بس ما يقولش حاجه لبابا. سمير فين يا ماجد؟ سابقنا على المجمع. بابا صبري وسليم بره كانوا عايزين يدخلوا لحضرتك، بيقولوا انهم عايزين يعرفوا منك حاجه مهمه. بابا هو استاذ عطله المحامي كان عندك هنا امبارح. صبري وسليم، قول لي بس يا بابا كنت عايز ايه من الاستاذ عطله؟ فين صبري وسليم؟ شو وقت يا بابا صبري وسليم؟ يا بابا فهمنا بس، في ايه مخبيه علينا؟ قول لنا وريحنا. العيال دول يخرجوا بره فردوس، يغوروا من وشي. ليه؟ هو احنا مش من حقنا نعرف؟ العيال دول يطلعوا بره، مش عايز اشوف الشغل بره. طب يا اخويا اهدى اهدى، اوعى تتعب نفسك. يلا عشان ايه ده كله؟ شش،
ولا كلمة، اتكدب خالص. يلا قدام، يلا اتفضل قدام. جاتكم القرف عليكم وعلى شكلكم. هو ايه اللي حصل؟ انا بسأله سؤال مش راضي تجاوبني عليه ليه؟ اخلص يا ولد، اوعى صوتك يعلى عليا، فاهم ولا لا؟ انت مش شايف الحاله اللي ابوكوا فيها؟ انتوا جنسكوا ايه؟ ما عندكمش دم؟ يلا اتفضلوا سبقوني على بره، عايز اتكلم معاكم في حاجات كتير. حاضر. يلا يلا. جاتكم القرف عليكم وعلى تربيتكم. معلش انا اسف، الحاج عايزكم جوه، اتفضل. رحمتك بينا يا رب، رحمتك بينا يا رب. صبري. ايوه حك. وانت يا سليم اسمعوني كويس. اؤمر يا حك. مش عايز انفعالات. انا شكلي كده مروح. كان نفسي اسيب الولاد اوصيهم. ما سبتش. انتوا رجالتي واقرب الناس ليا. اوصيكم تخلي بالكم من الحاجة، تخلي بالكم من المجموعة، تحافظوا عليها عشان الناس اللي بتاكل من وراها عيش، عشان خاطري خلي بالكم من ثابت وماجد. من غير ما تطلب مني يا حاج، دول ولادنا، انت عارف انت غالي عندنا قوي قد ايه. ان شاء الله هتقوم لنا بالسلام يا حاج. انا بحاسبك وبحاسب الحاج. يا حاج ولادك فوق راسنا من فوق. ربنا يستركم ويجازيكم خير على وفاتكم جنبي. استر يا رب. مالك بس يا بابا؟ قلقان يا ابني. تقلقش ان شاء الله خير. بعد صلاة الفجر شفت منام مش حلو ابدا. تلاقي بس نفسيتك مش مظبوطة من قلقك على الحاج. خير يا استاذ سليم، مالك في ايه؟ لا خير، خير يا حاج عبد الله، الحمد لله. الحمد لله. امال بتعيط ليه؟ ما تقلقش يا حاج، سليم بس متأثر من كلام الحاج معانا، انما هو كويس. طم كويس. استر يا رب. يعني ايه؟ أعوده؟ ما هو مش هيأمن لك لو انت ما مشيتيش معاه. يعني نيجي نصيد وسيدنا؟ ده بيتكلم ورا المجرمين. هو دي مؤقتا بس. طب والدواء اللي هيسرقوا عيني عينك ده؟ وقال ايه؟ على ميه بيضاء قال. هاكلها عشان القضية كبيرة. واضح انكم ليكم ناس قريبين منه. ايه اللي خلاكي تقولي كده؟ المعلومات اللي انتوا عارفينها بتأكد كلامي. احنا فعلا ليه ناس. طب والناس دول ما وصلوش لأي حاجة لحد دلوقتي؟ هو شغال بحرس جديد قوي. أنا خايفة يورطني معاه وما نوصلش لأي نتيجة. لا مش للدرجة دي، وبعدين هو ده اللي في ايدينا دلوقتي عشان نعمل قضية مظبوطة ما تبص في المحكمة. انت ما تعرفيش المحامين بتوعهم دول بيعملوا ايه. انا مش عارفة حصل ايه في الدنيا. يعني بدل ما يطبطبوا على الناس ويدوج روحهم يسرقوا من جسمهم. لا مش كلهم يا مدام رحمة، في منهم كتير يعرفوا ربنا كويس وطبع عندهم رسالة مش تجارة. بس الشر وقلة الضمير انتشروا قوي. مش هتلاقي حد غريب في المجموعة، كلنا بنعتبر المجموعة بيتنا التاني، وانت باذن الله هتنضم للعيله. وبعدين انا يتهيالي انك واحد منها من ساعه ما اتولدت. صبري بيه واحد من مؤسسين المجموعه. صبري بيه. طب الحقيقه يا باشمهندس انا كان في مشكله كده وكنت حابب اتكلم فيها مع حضرتك. اتفضل. في البدايه انا جاي المجموعه وكل حب للشغل فيها، وطبعا عندي اكتر من سبب لده، لكن بصراحه انا عندي مشكله طبعا، وان ما كنتش احب اضيع وقت حضرتك بيها دلوقت، بس هي مشكله مسببه لي انا ازمه، ويعني ممكن تبقى سبب ان انا اسيب الشغل او ما اكملش فيه. طيب وايه بقى المشكله يا باشمهندس؟ مشكله بابا. يعني لو حضرتك حابب تساعدني بجد يبقى يا ريت ننسى حكايه بابا دي. عاملني زي اي مهندس جديد جاي الشركه. مهندس اسمه علاء، علاء وبس. علاء بقى علاء صبري عبد البديع، علاء الدين، مش هتفرق. المهم بس يعني ايه ننسى حكايه علاء ابن صبري بيه. ما تتكلمش كده يا حاج، الموت والحياه لا بايد حد ولا بسبب الصحه والمرض، دي كلها تصاريف ربك. أنا بالله أنا بس عاوزك تسمعني يا عبد الله، عاوز أكلمك عشان يا عالم
هعرف اكلمك تاني ولا ده هيكون اخر كلام ليا معاك؟ انا عارف ان ولادي مش بتوع مسؤولية وغلطين، بس هما بيحبوك يا حاج وبيحترموك وبيتكسفوا منك وبيحبوا رافض زي اخوهم. وانا والله كمان يا حاج، ربنا يعلم انا بعزهم قد ايه. ربنا يديم المعروف يا ابني، عشان كده انا بوصيكم انتوا الاتنين. طب بس ريح، ريح بس، استريح ان شاء الله لما اقول الكلام اللي انا عاوز اقوله لكم. ثابت وماجد هيحاولوا يزهقوكم، انا مش عاوزكم تزهقوا ولا تقولوا مش قادرين. خلاص اصبروا عليهم. تقولش كده يا حاج، ده احنا اهل يا حاج، دول ولادي. وفي حد بيزعل من ولاده مهما حصل؟ خلوا بالكم من فردوس ومديحة. اطمن، ما تشغلش بالك من الموضوع ده، وانت ان شاء الله ربنا هيمن عليك بالشفاء. يا كده الدرامالي ده على الاقل احسن من عيالي. هقول لك ايه بس يا ابراهيم يا اخويا، ما انا قلت لك بلاش اللي بتفكر فيه ده، لانه مخالف لشرع ربنا. اصريت وعملت اللي في دماغك وادي النتيجة. انت بتبكتني يا عبد الله. لا 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 سمح الله. صحيح يا مستكتر، الزمن اكتر، ايه لزوم انهم يعرفوا من الاصل؟ مش في اعلام وراثة هيطلع يا عبد الله وهيعرفوا انهم ورثوا امهم رسمي؟ طب ما انت كمان وريث بالربع وهم التلات ارباع، ده غير كمان ان انا خليت البهوات ثابت وماجد شركة معايا ب5%. خلاص اجمعهم وقول له. شكلك مش عارف ولادي يا عبد الله. ما انت بعت كل حاجه للمرحومه، وده مش صحيح، وخالفت الشرع اللي ربنا سنه سبحانه وتعالى اللي عمل نظام للمواريث، ورحت مورث المرحومه كل شيء وانت حي ترزق. كنت خايف عليها يا عبد الله للعيال يبهدلوها، لكن هقول ايه، يا ريتني ما عملت اللي عملته. اهم ورث امهم، واراده ربنا حصلت وانت على قيد الحياه، وهتاخد نصيب في الورث زيهم، وده شرع ربنا دلوقتي. يعني انا قاعد احكي لك بقالي كام ساعه عشان تقول لي الكلام ده؟ ايوه يا حاج. عاوزني اغشك؟ لا يا عبد الله، عيالي بايظين وانا بديهم مصروف، ايش حال بقى لما يلاقوا الفلوس دي كلها تحت ايديهم؟ هيعملوا اللي ربنا مقدره. ما هو ربنا ادانا مخ برضو يا عبد الله، يعني الواد ثابت ده لو اتحكم على الفلوس هيصرفها على النسوان، ومفيش مفسده الا وهيعملها. ولا التاني سماجد ومراته بنت الدرملي، يبقى ربنا لقيت كده. اسمع يا ابراهيم، انا راجل مخي على قد ما مش زيك ولا بفهم قدك، انا راجل قضيت حياتي على الفطره، عشان كده لما ابويا ساب لي الدكان ما زادش، بالعكس نقص، لكن لما ربنا بيحكمني في شيء بحكم باللي قاله ربنا. انا يعني اللي ضلالي؟ لا سمح الله يا حاج، انا بس قصدي ان في ناس ربنا اداهم الحكمه فبيعرفوا يفسروا الامور وتبقى صالحه باذن الله، لكن انا ما عنديش الحكمه دي، عشان كده اللي ربنا بيقوله هو اللي انا مؤمن بيه. هو كده كل حاجه تمت، احنا كنا سامعينها، انت ليه كنت قلقان؟ مش عارفه، كنت خايفه وما كنتش متاكده انتوا سامعيني ولا لا. عموما احنا استفدنا كتير قوي من المشوار اللي انت عملتيه ده، وقدرنا نعرف مكان الراجل الكبير، وهو ده المكان اللي بيحصل منه كل الاتصالات بتاعه العمليات وكل الاتفاقيات. والمعلومات دي ما تكفيش انكم تقبضوا عليهم؟ احنا عارفين ان احنا تقلنا عليك، بس احنا لحد دلوقتي ما مسكناش القضيه كلها بايدينا، محتاجين معلومات اكتر. لا حول ولا قوه الا بالله. وايه المطلوب مني تاني؟ تكملوا معاهم للاخر عشان نقبض عليهم متلبسين. حاضر، ربنا يعديها على خير. انت فين يا مدام رحمه من الصبح؟
خير يا دكتور؟ في حاجة؟ عندنا بعت أدوية كبيرة قوي والله. وفيها قد إيه صلاحية؟ أسبوع هنبدلها بالأدوية اللي عندنا، هتعمل فرق مكسب 150,000 جنيه، غير شوية مستلزمات هيعملوا 200,000 جنيه. ياه طيب اديني الورق هدرسه واشوفه وارد عليك. انا جهزت كل حاجه والعربيات جاهزه تنقل، مستني امضه سعادتك الكريمه هنا، وبكره الصبح هيبقى على مكتبك 50,000 جنيه حته واحده. شفتي بقى دي اول شغلانه معانا، ولسه الجايات يا ست هيبقى كله زي الفل. يلا امضي الورق. طب اديني الورق همضي وارجعه لك فورا. ليه بس؟ طيب اتفضلي، بس انا مستنيكي، جيبي الورق على طول، الحاجات دي بتتباع بالساعه يا مدام رحمه. لا لا مش هتاخر، حمدي ورجعه لك على طول. اوكي متشكره، اتفضلي يلا. انا خايف رشاد يكون بيتصنت عليا. انت عارف موضوع الحموله؟ طب انت عارف ان تاريخ صلاحيتها اسبوع واحد؟ طيب كويس، يعني ايه؟ عايزني امضي الورق وياخدوا من عندي الدواء السليم ويدوني دواء صلاحيته اسبوع واحد؟ ازاي يعني؟ لازم تمضي له على ورق، خليهم ياخدوا الشحنه عشان هي دي الحموله اللي هنصورها ونحاول نمسك رجالتهم بيها. متقلقيش خالص على موضوع الدواء ده. انت متأكد؟ من فضلك اسمعي كلامي وتأكدي ان لا انا ولا اي حد من الاداره هيسمح ان الدواء الفاسد ده يوصل للمرضى. اسمعي كلامي ومضيله دلوقتي. طيب طيب حاضر حاضر، مع السلامه. سلام. رجالتنا جاهزة؟ كله تحت السيطرة يا فندم. ربنا يستر من تحت السيطرة دي. ما تقلقش. أنا كنت عايز آخد رأي حضرتك في حاجة. إيه؟ موضوع بخصوص عليا. عليا بنت صبري؟ أيوة بالظبط. في الحقيقة يا حاجة أنا لما رحت زرتهم في البيت حسيت إن حالتها النفسية مش كويسة أبداً. يمكن والدتها الست اعتماد بطريق غير مباشر من غير ما تقصد بتقلب يعني عليها المواجع. فأنا فكرت في إن لو جبناها هنا في المستشفى وشفنا لها شغلة مناسبة أكيد حالتها النفسية هتتحسن ونبقى ساعدناها. والله دي فكرة جميلة أوي يا رحمة، بس متهيألي لازم نسأل صبري الأول. أكيد أكيد يا حاج. على خيرة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقدر أقابل إبراهيم بيه طيب؟ حضرتك ممكن تطلع الدور التاني تقابل مدير مكتبه. ماشي. اتفضل يا حاج. هات يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الف مبروك. الله يبارك فيك. اتفضل يا حاج. هات يا سيدي. الربع مليون جنيه اهو. ربنا يفتحها في وشك يا ابني. بس اللي بستغرب له انت ليه مش عايزني اقول لحد انك عايز تشتري حته الارض دي؟ الشغل اسرار يا حاج. بس برضه الحاج ابراهيم ممكن يقفل لنا في البيعه وعنده حق، لأن الجار أولى بالشفعة، وحتة الأرض دي لازقة في السرجة القديمة بتاعته، ولو كنا استأذننا منه يكون أحسن. يا حاج ما تقلقش، أنا مش هرجع في البيعة دي مهما حصل، بعدين لو في أي مشاكل لا سمح الله أنا متكفل بكل حاجة، بعدين ما هو قافل السرجة القديمة من بدري، والتوسع اللي هنعمله في الأرض مش هيضره في حاجة. يا خبر أبيض، في حاجة دي؟ لا ابدا انا اسف، بس سرحت في حاجه تخصني. المهم معنى كلامك ده ان الحاجه فردوس بقت بحكم العقود اللي معاك دي مالكه تقريبا للمجموعه كلها ما عدا ال 5%. ال 5% دول هم نصيب ثابت وماجد ومديحه. طيب سيب لي الورق ده انا اوصله للحاج. الورق ده لا ما اقدرش اديهولك. الورق ده المفروض ان انا اديه للست فردوس شخصيا او السيد ابراهيم. طب سيب لي تليفونك وانا هكلم حضرتك. اه ده ممكن. اتفضل. شكرا 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 يا فندم، مع الف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. ايه يا نسا نهى، حوليني برفعت بيه، عندي خبر هيقلب الدنيا.
ايوه عزو استاذ ثابت ابراهيم الطيب. في ايه؟ انا مراته. استدعى من رئيس المباحث عزو في الاسم. استدعى؟ يا نهار اسود. طب ممكن استلم الاستدعاء ده؟ يعني الحاج دلوقتي ملوش اي سلطه على المجموعه؟ لا ما اظنش. وايه اللي المفروض يحصل دلوقتي؟ دلوقتي لازم يتعمل اعلام وراثه باسم ورثه الحاجه. هيكون الحاج ليه الربع والباقي هيتوزع على بقيه الورثه. يعني افهم من كده ان ماجد وثابت هم اللي قشوا؟ وقشوا الدور كله. طب هم يعرفوا الحكايه دي؟ لا، هو السر في الموضوع ده، لان جاب موظف الشهر العقاري وجاب المحامي المستشفى علشان كان فاكر ان هو هيموت، لكن هي اللي ماتت وهو اللي وقف لنا زي الجن. ودى نفسه في دهيه بايده. بس بصراحه بقى الموضوع ده جه في مصلحتنا واحنا لازم نستفيد منه، وكمان لازم نقول لماجد وثابت قبل اعلام الوراثه ما يطلع. بابا انا هطلع احضر شنطه هدومي. ليه يا ابني؟ هسافر بره حالا. هربان من موضوع ليلى؟ مفيش وقت للكلام يا حاج. اسافر ولما ارتب نفسي هبعت لك عشان تبعت لي الولد. خلاص كلكم كده هتروحوا في لحظه واحده؟ ارتب نفسي بس يا حاج وبعد كده ربنا يسهل. ربنا يسهل لواحد قاتل. روح يا ابني ربنا يسامحك. انا واحد من اللي انت خربت بيتهم، بس خلاص الليله هنخلص المشكله دي. انا مش فاهمه حاجه، انت عايز مني ايه؟ انا مستخسر القتل في الوش اللي زي القمر ده، بس اعمل ايه بقى؟ انت اللي جبتيه لروحك. على فكره انت لو اذيتني البوليس هيقبض عليك حالا. ولو سبتك اللي ورايا مش هيسيبوني في حالي. الحقني يا حمدي بيه. ما تخافيش يا مدام، كلنا حواليك قدامي. عايزين اي انفعال عشان ما يحصلش اي مشاكل. وليه علاج عند ربنا هتعالج، وليه عمر هعيش. اتفضل يا حاج ابراهيم. بعد اذنك اتفضل. يلا زيد يا حبيبي. يلا يا زيد. يلا يا بابا. يلا ننزل الجنين. هوبا. يلا هوبا. يلا. والله يا حاج ما عرفت الا من ساعتين بس، حتى ما لحقتش الدفنه. اول ما النيابه صرحت بالدفنه قلت لولاد اخويا خلصوا، ما قدرتش استنى ثانيه واحده. استنى ايه يا ابراهيم؟ ربنا يصبرك يا اخويا. عموما عملت الصح، اكرام الميت دفن. ميت مقتول يا ابراهيم، اتقتل ابني الوحيد، اتقتل في بيتي. لقيته غرقان بدمه. كفيتك يا رب، زي ما قتل الوليد المسكين اتقتل
يمهل ولا يهمل. احمد ربنا يا حاج. الحمد لله لله ما أعطى، الحمد لله ان ربنا جعلني من نسل حفيد مالي عليا البيت. البركه فيك انت يا ابراهيم. ما تقولش كده يا حاج، لولا وقفتك قدامي يوم ما فرحت بفلوسي وجبروتي قلت ابن الرقاصه ما يخش البيت ده ابدا. صحيح، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. هي بس لو كانت ليلة دي مش تعدل مش كانت رياحتنا. في يوم جالي عمر ابني مخنوق ويقول لي يابا انا خايف، خايف ابني يكبر ويعرف ان امه كانت رقاصة. ما هي كان عندها استعداد تعيش خدامة تحت رجلين ابنها يا حاج. الله يرحمه قال لها لا وانت وافيته، قسيتوا عليها يا حاج. صحيح صحيح، قسينا عليها. عشان كده ربنا ورانا العبر كلها. هي كلمتني كتير عشان كان نفسها تشوف ابنها، وانا عشان عارف موقفك منها كنت بطيب خاطرها اقول لها اصبري ان شاء الله هتشوفيه. خليها خليها يا ابراهيم تيجي تعيش مع ابنها عندي. مبسوطة من الشغل؟ مبسوطة قوي. طيب الحمد لله. بتديهم الدواء في مواعيده؟ لسه هتشغلهم دلوقتي. الحمد لله على سلامتكم. أنا في المكتب، خلصي شغلك وتعالي نقعد مع بعض شوية. حاضر. صباح الخير. صباح الفل. عاملة إيه؟ تمام الحمد لله. على فكرة أنا مبسوطة قوي، وأنا جاية شفت علياء مركزة قوي في الشغل، وعارفة شاطرة وبتستوعب كل حاجة بسرعة. عندك حق، انا لاحظت كده. بس على فكره دي بتشتغل بس ما بتكلمش مع حد خالص، مش عارفه ليه. يا ستي احسن، هتعمل ايه بالكلام؟ خليها كده ملهيه في الشغل احسن ما تقعد تفتكر اللي جرى لها وترجع تكتئب تاني. مظبوط، انا شخصيا لما بدخل المستشفى بنسى كل همومي بره وبركز في الشغل بس. وانا زيك بطلع كل همي في الشغل. الشغل ده يعلى نعمه من عند ربنا. يا ريت هروح لابني يا حاج. ايوه يا بنتي. طب انا عايزه اروح له النهارده. روحي له يا بنتي على طول. ربنا يخليك ليا يا حاج، انا مش عارفه اقول لك ايه. ما تقوليش حاجه يا حبيبتي، المهم تخلي بالك من ابنك، تخلي بالك من عمك الحاج فتحي، ده راجل طيب. حاضر يا حاج، بس ده انت اللي راجل طيب. يلا اتكلي على الله. عن اذنك.
ايه باك، انا وصلت عند الفيلا اهو خلاص. ها ايه الاخبار عندك؟ انت بتعرفيش ايه الموضوع الخطير اللي بقى مسايبني اللي ورايا واللي قدامي وجايبني على ملا وش عشان خاطره؟ طب خلاص يا حبيبتي اقفلي وانا بره وخلاص انا داخل. يلا باي باي. كلميهم يا بنتي يمكن يكونوا عرفوا حاجة. مديحة وسلوى قلقانين وقاعدين على أعصابهم زينا بالظبط. لو كانوا عرفوا حاجة يا بابا كان زمانهم كلموني. وإحنا يعني هنفضل قاعدين كده؟ أمال هنعمل إيه؟ لازم ندور عليه. الله، هو عيل صغير. الراجل الكبير لما بينكسر بيبقى أضعف من العيل الصغير. يا بابا هندور يعني عليه فين؟ في المستشفيات ولا في الأقسام؟ ما هو لا قدر الله لو كان جراله حاجة كانوا بلغوا البيت وبالتالي البيت كانوا كلمونا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا هنستنى لما يتكلموا. طب عندك حل تاني؟ أنا جات لي فكرة. أنا أعرف مين اللي ممكن يساعد ورجالته موجودين في كل حتة. مين؟ أنا ماليش دعوة بمجد وثابت، أنا بكلمك أنت يا سمير. هتعمل إيه؟ مديحة أنا مش عايزك تقلقي، صدقيني انا دورت عليه بنفسي وكلفت ناس كمان يدوروا عليه، ان شاء الله هنوصل له. والله لو ما وصلتوش لبابا النهارده انا ممكن يجرى لي حاجه. هتهدي بقى مديحه، احنا مش ناقصين مشاكل اكتر من اللي احنا فيها. مشاكل ايه اللي انت فيها؟ انت عايش حياتك عادي ما عندكش اي مشاكل. مين قال كده؟ ان شاء الله مش محتاجه حد يقول لي. بص يا مديحه، انا كلمت السكرتيره وخليتها اتصلت بكل المستشفيات والاقسام، الحمد لله هو لا في دي ولا في دي، يبقى نقلق ليه؟ لا عند حد من حبايبه الكتير اللي احنا ما نعرفهمش. مش مكسوف وانت بتقول لي سكرتيره؟ كسف ليه؟ سكرتيره كلمه عيب؟ مش عيب ولا حاجه، بس العيب ان انت لما تحب تعمل حاجه لابوك تبعت له سكرتيره، ولا هو كان بيبعت لك سكرتيره بداله. افتكر كده كم مشكله بابا واقف جنبك فيها وهو اللي كان بيجري يحلها لك بنفسه. ما تكبرش الموضوع يا مديحه، انا اقصد ان السكرتيره ساعدتني. بابا عنده حق، انتوا خلاص ما بقيتوش عايزينه في حياتكم. مش هرد عليك يا مديحة، ربنا يعلم الواحد جواه ايه. عامل ازاي من ساعة اللي حصل؟ عامل ازاي؟ ما انت حياتك ماشية زي الفل وكلها سهر وانبساط، وانا وانت عارفين كويس. انت بتراقبيني يا مديحة؟ انا ما براقبش حد وما تغيرش الموضوع. وانت لو سمحت ما تتدخليش في حياتي. فكروا شوية في اللي انتوا بتعملوه، اوعوا تخسروا بابا يا ماجد، صدقني هتندموا. ما انت بعت كل حاجة للمرحومة، وده مش صحيح، وخالفت الشرع اللي ربنا سنه سبحانه وتعالى اللي عمل نظام للمواريث، ورحت مورث المرحومة كل شيء وانت حي ترزق. مش مهم الفلوس اللي اتدفعت يا ابراهيم، انا اتفقت معاهم لو المعرض اتقفل في خلال اسبوع هيلموا ملفاتهم، لو اتأخر يوم واحد ملناش عندهم شفاعة. قولوا
مين قال لك ان سمير مش هيعجبك يا بابا؟ اعرفه واقعد معاه. اخلص فلات يا نجس. صلي على النبي كده يا حاج، هي حصلت الضرب ولا ايه؟ ضرب هين بالنسبه للي هيحصل لك يا ماجد. ليه يحصل لي ايه بالظبط؟ مفيش غير شرع ربنا. ايه هو شرع ربنا؟ اقطع ايدك اللي سرقت واجلد الكلب ده. اقطع الايد اللي سرقت واجلد الجسد اللي اتمرق في الحرام. انا دلوقتي حامل، مش عارف اعمل يا مصيبتي. حامل يا لهوي. ايه اللي هببته يا شرف؟ يا بابا مش كل واحدة تيجي تقول لك كلمتين تقوم تصدقها. كل واحدة؟ دي بنت مرات فؤاد اللي بيشتغل معانا، ناس كويسين ونعرفهم. يا استاذ الفؤاد بقول لك احنا اولادها فاحنا الورثة، خلينا نشوف العقول بعد اذنك. بقول لك ايه تاني؟ يعني بنقول لك هات الورق فيه ايه؟ يا سامي صلي عليه بالراحة. احنا الورثة، عايز ايه تاني؟ بالراحة افهمك. بس هتجيب الشنطة دي. عايز الورثة، خلاص قلنا لك هم الورثة. ايه تاني؟ ما احنا قلنا لك كل يا سيدي قلت لك بالراحة ثانية واحدة، احنا اولادها والله يا حضرتك. يا بابا محدش يخرجك من مكتبك ابدا. ما انا عارف ان محدش يقدر يخرجك، عشان كده هاخد بنفسي. قوم يا طيب، قوم. مالك يا طيب؟ تعبت خلاص، القلب ما عادش يتحمل. هيح قلبك بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله. املأ قلبك بالرضا وارضى باسمة ربك. وتعالى، الطيبين مستنينك يا طيب، والطيب هيجيلك يا طيب. يعني يا حاج ابراهيم عايز تلوي دراع الحكومه وتشتغل غصب عني؟ لا معالي الوزير، هي الحكومه ليها دراع عشان الويه؟ بعدين انا عمري ما اشتغلت غصب عن حد. حاج النهارده واشتغل غصب عن سيادتك. امال ايه يا حاج ابراهيم؟ ما جيتليش ليه من اول ما نويت تبدا؟ في دي انا متاسف فعلا، فعلا متاسف. بس الحقيقه يا باشا برضو انا ماشي على القانون بتاع انشاء المصانع. طب ما ديك مشيت وما عملتش حاجه. لا عملت. عملت ايه؟ عملت كل حاجة إلا الترخيص. ودي قليلة يا حاج. لا مش قليلة، بس زي ما سيادتك عارف برضو المشروعات مش مجرد ورق، دي مباني وتجهيزات ومكان وعمال وتدريب. شوف يا حاج إبراهيم، هرجع تاني وأقولك إني بتعجبني طريقة شغلك. شكرا يا سيادة الوزير، ده كرم أخلاق منك والله. وأنا لو كنت في السوق كان زماني بنفسك دلوقتي. ده أنا هتشرف. ولما ابقى مشغول في الوزارة وفي هموم الناس واحب اعمل شغل في السوق اعمل ايه؟ ايه؟ اميل على حد بيعجبني وبيعجبني طريقة شغله واقول له مش يصح تدخلني في الشركة، وبدل ما خط الانتاج يبقى خط واحد يبقى مصنع كبير. الحقيقة يا معالي الوزير انا مش بفضل حكاية الشراكة دي. ازاي بقى يا حاج؟ والشركة فيها السيدة رحمة القماش. دي مراتي. في ايه يا ابراهيم؟ دي تاني مره اطلبها منك. الحقيقه يا باشا انا جاي لغرض معين وسيادتك عارفه، الرخصه. ويعني بعد ما الرخصه تخلص هتعمل حاجه في موضوع الشراكه؟ الحقيقه لا يا باشا انا ما اقدرش اشاركك. ليه يا حاج ابراهيم؟ سيادتك كبير عليا. اصغر لك؟ لا تصغر لي ولا اكبر لك، خلينا كده احسن. انت جاي تضايقني بقى؟
مش جاي اضايقك ولا حاجه، انا جاي اخلص مصلحتي واتكل على الله. اتكل على الله يا حاج، طريقنا مش واحد. عن اذنك يا معالي الوزير. سلام. ماشي يا حاج. ها ما قلتليش بقى يا سمير هتدفع كام؟ بس زي ما قلتي الواحد ب 10. انا عمري ما ارجع في كلامي. 100 مليون كويس. لسه كتكوت برضه. طب هنكتب العقد يا حالا. طب اقول لك ايه، ما تخليه مع عقد الجواز. انا مش قلت لك ان البيزنس عندي حاجه والحب حاجه تانية؟ انت مستعد؟ طبعا مستعد. انعام. نعم. حضري عقد باسم سمير بيه، وانت عارفه طبعا اسمه بالكام. المبلغ كام؟ 100 مليون مصري. نص ساعه والعقد يكون جاهز. طب مش هتقولي لي مبروك بقى؟ مش لما تدفع الاول وتمضي. انت جاهز يا بيبي؟ معاك يا حبيبتي، انا دايما جاهز. بقولك ايه، ما تيجي ندخل جوه احسن. ليه؟ هو هنا ماله؟ لا ابدا ملوش، بس انا اصلي بحب اكون معاكي في مكان مقفول. انا هنا حاسس ان انا بردان. النهار للبيزنس والليل للحب. مش تحفظ بقى؟ ما دام قعد لحد كده يبقى هينفع ان شاء الله. انا بس خايف يعمل حاجه كده ولا كده ما تريحكش. لو عمل اي مشكله لازم تقول لي يا حاج. يا طيب يا طيب، شيل ايدك انت من الموضوع ده خالص. الراجل جه لحد عندي وطلب ان هو يشتغل معايا، مالك انت بقى؟ مال ازاي يا حاج؟ مش ابني؟ ما تقلقش يا طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. شرفت وانس. شكرا. يلا اسمعين. وبعدين يا سيدي تتحمد ربنا انها جت منهم. اقل ما فيها عشان تفوق كده لمنى هانم. مش كبيره عليه يا سامي؟ يا ستي ولا كبيره ولا حاجه، واذا كانت كبيره فهي كبيره مقام. وبعدين دي يا اخوك يا حبيبتي مال وجمال برنسيس، واي راجل في الدنيا يتمناها. يا سلام، يعني انت تتمناها ولا ايه؟ اتمناها ايه بس يا اخوخه؟ انا ما اتمناش اي حاجه في الدنيا يا حبيبتي غير رضاك عليا. بحسن. بقول لك ايه يا سمسم، انت يا حبيبي تقوم تدخل اوضتك دلوقتي ترتاح كده وتفوق نفسك، وبكره انا هنزل اجيب لك شويه هدوم جديده تدخل بيهم على العروسه الجديده بقى، ويبقى كله جديد في جديد. كويس يا مات كويس، بس محتاج منك شويه تركيز اكتر، لكن هعتبر ده نتيجة لخبطة اللي عندك دي في ظروفك. لكن انت بقيت فاهم في الشغل كويس قوي، وهبتدي اعتمد عليك في المراجعة. شكرا يا فندم. انا هعمل لك مرتب كبداية 2000 جنيه. كويس قوي. ابقى عدى على هدى وانت طالع، خد منها ملف الوادي الجديد. هتلاقي فيه عروض اسعار من موردين ومقاولين. راجعه وبقول لي رايك. من هنا يا فندم. بعد اذن حضرتك. اتفضل يا ازيك يا انس هدى؟ ازيك يا ماجد؟ عامل ايه؟ اتفضل. شكرا. الحاجة كان بعتني عشان خاطر الملف. عارفة، ملف عملية الوادي. اتفضل. وألف مبروك يا سيدي. على ايه؟ مبروك انك كسبت ثقة الحاج طبعا، ده انت قدرت تاخد شغل في وقت قليل جدا، وده معناه انك شاطر على فكرة. معقول؟ طبعا، أنا مثلا قعدت أدرس في ملفات الشغل القديم 6 شهور عبال ما بدأ الحاج يديني شغل جديد. طب الحمد لله. يلا ربنا يوفقك يا رب. شكرا.
شكلك جعان. بص انا مش عامله حسابك، بس لقمه هنيه تكفي 100. متشكر قوي. لا لازم تاخد سندويش معايا، هزعل منك. معلش. انا رفعت دعوه مستعجله في المحكمه الاداريه ضد الوزير بصفته بسبب امتناعه عن اصدار ترخيص للمصنع على الرغم من استيفائه كل الشروط المطلوبه. وتفتكر هيدونا حكم؟ اه طبعا الحكم هناخده، بس المهم ازاي نقدر ننفذه. وموضوع المخزن، لما هم يذكروا موضوع المخزن هنقدم احنا ورق المخزن المطابق للمواصفات القانونيه، واحنا هنفضل قاعدين وحاطين ايدينا على خدنا لحد المحاكم ما تحكم. تقترح نعمل ايه؟ يعني مفيش وسيله ضغط تانيه غير المحاكم. زي ايه مثلا؟ يعني لو مثلا واحد من الصحفيين اللي كل يوم بيتكلموا عن زياده الانتاج اتكلم عن مشكلتنا، مش تبقى خبطه جامده للوزير؟ طب والصحفي ده هنلاقيه فين؟ لو سمحت يا متر جهز لي كل اوراق القضيه وانا هتصرف بعد اذنك. طبعا يا حاج ابراهيم الطيب موقفه سليم والمحكمه هتحكم له، وما كنتش تلاقي حاجه تخسف بيه الارض وبالقانون يبقى الطيب هو اللي خسف بيك الارض. يا فندم انا طالب مساعده من سعادتك. اي نوع من المساعده؟ حاجه هتضربه في مقتل وتخلي اسمه في السوق ما يسواش. انت عارف انت بتتكلم على ايه ولا جايلي علشان ادور معاك لسه؟ لا يا فندم عارف. طب اتفضل قول. هنشتري كميه كبيره من الحلاوه اللي هو بينتجها الشهر ده، وبعدين نخزنها بطريقه غلط عندنا لمده طويله، وبعدين نشيل تاريخ الصلاحيه والانتاج اللي عليها ونحط تاريخ وانتاج صلاحيه جديد. وهو ايه اللي يضره في كده؟ ما هي دي يا فندم الخدمه اللي انا جاي لسعادتك فيها. هو بيورد لجهات حكوميه، احنا هناخد الكميه اللي هو موردها الشهر ده ونغيرها بالكميه اللي عندنا اللي بايظه، وكده هتدي فرصه للجهات اللي متعاقده معاه تلغي عقودها معاه. ولو حد تسمم ولا جرى له حاجه لا قدر الله تبقى الشركه بتاعته هي المتهم. انت ناوي توصلها لكده؟ ويا سلام سعادتك بقى لو حمله صحفيه عن الغش التجاري. ده انت كده نويت على موته. ومش ده يا فندم هو المطلوب؟ يا ريت لو عرفت يبقى كويس. بنفس سعادتك معانا ان شاء الله. طب يلا توكل على الله. يلا يا رجاله عايز بسرعه تفضوا لي كل الكراتين اللي في العربيه جوه في المخزن، وتبدلوا الحلاوه اللي جواها بالحلاوه اللي متخزنه عندنا جوه، فاهمين؟ بسرعه قدامكم ساعتين. ايوه يا فندم كله تمام زي ما سعادتك امرت. لا ده انا فتحت علبه من اللي متخزنه عندنا جوه ريحتها لا تطاق. احنا هنشون العربيه وهتطلع تتسلم دلوقتي لوزاره التربيه والتعليم. كل الحلاوه اللي في العربيه رايحه لتلاميذ مدارس وجه ابني، هم ونصيبهم بقى يا باشا. والله بقى لو لهم عمر مش هيموتوا من علبه حلاوه. امر سعادتك. بالتوفيق يا باشا، مع الف سلامه. يلا رجاله الهمه ادخل. تمام يا فندم. سيبه اخرج انت، اتفضل استريح. بص يا حاج انا هسيبكوا تتكلموا مع بعض شويه، شوف عايزك في ايه. خير يا سعباس، طلبتنا في ايه؟ انا عايزك تتنازل عن القضيه. طب لو انا اتنازلت وده ساعدك على الخروج من هنا هتعمل لنا ايه؟ هرجع لك المحل بتاعك زي ما كان. جددناه ووضبناه وبقى فل الفل. هديك ضعف اللي صرفته. يفتح الله. وفوقيهم 1,000,000 جنيه. حد الله بينا وبين فلوسك. شكلها كده حرام في حرام، انما قول لي انت بتعمل كده ليه؟ عاوز تكفر عن ذنبك؟ ما افتكرش. يا حاج يا حاج انا كل يوم اتعرض على النيابه، يدوني 4 ايام في 4 ايام ويجيبوني هنا على اسم تاني، وبعدين باين اللي معايا دول باعوني وهشيل القضيه لوحدي. طب واحنا هنستفيد ايه من كده؟ انا عندي معلومات تفيد الحاج ابراهيم جدا. ايه هي المعلومات دي؟ لا اما يجي لي هنا انا هقول له عليها. وده معقول يكون الكلام ده صح؟ ولا دي لعبة بيلعبها علينا تاني ولا ايه؟ متهيألي ما بيلعبش. حد زي ده يتبهدل في الحبس يعمل اي حاجة عشان يخرج منه. طب هو الكلام ده هيخرجه؟ ده بالعكس ده هيوديه في 60 داهية.
والله بقى الحاج هو اللي قرر هيعمل ايه. المهم لازم تقرره بسرعة، المواضيع دي ما ينفعش تتساب كده. شوفوا هتعملوا ايه قبل ما يبقى المعلومة ملهاش لازمة. ربنا يستر. هديك اسم الرجالة اللي حملت العربيات ومكان المخزن اللي مخبيين فيه البضاعة واسم السواق واسم الموظف كمان اللي استلم البضاعة. هديك كل التفاصيل اللي تخليك تجيبهم على ملا وشهم. وايه اللي خلاك تقولي على الحاجات دي يا عباس؟ يا حاج الناس دول ما قراهمش غير سرقة الناس، انا عارفهم كويس، اشتغلت معاهم وفي الاخر سابوني واتنكروني، مفيش حد منهم وقف جنبي، لكن انتوا برضو في الاخر اهلي وناسي ومليش غيركم. انا هقولك على معلومات تانية عن الوزير تخليك تزيعه خالص من سكتك. انا عارف ان هو كان موقف لك شغلك ومش عايزك تبقى في السوق، بس المهم بقى دلوقتي تبعت طلبية جديدة وبسرعة، وتحاول تسحب الطلبية التانية بأي حجة. مش خايف لا يعملوا فيك حاجة يا عباس؟ لا يا حاج دلوقتي مش خايف. شفت يا بابا انا كبرت وبقيت امور ازاي؟ اسم الله اسم الله اسم الله، وهروح المدرسة خلاص. اسم الله اسم الله. ربنا يسعدك يا ام يوسف. يا حبيبي يا ابراهيم ربنا يخليك لينا يا رب. انت خليتني اسعد انسانه في الدنيا بحنيتك وطيبه قلبك، وربنا الحمد لله رزقني بيوسف القمر ده. عارف الحاجه فردوسه الله يرحمها، انا كنت وقتها فقد الامل ان انا اخلف، بقت تقول لي لا انا عمري ما هفقد الامل، انا حاسه يا بنت انك هتجيبي ولد. الله يرحمها. وكانت تاكد ايوه كانت بتحبني الله يرحمها. بس ما اقدرش اقولك بقى على شعوري انا دلوقتي. ايه؟ لما خلفت الواد ده وانا في السن ده. الحمد لله. ربنا يخليك لينا يا رب، تشوفه كده وهو عريس زي القمر في الكوشه. يا مين يعيش يا سيوسف، يا مين يعيش. ربنا يخليك ويديك العمر يا رب حبيبي. مكشر ليه؟ مكشر ليه؟ مشاوي الأستاذة رحمة ترحب بكم. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خايفة يكون اتحرق. لا كويس أوي أوي، السريحة جميلة والجيلة باين عليها حلوة. أي خدمة، لما حضرتك بس تحس إنك جعان اطلب مطعم الحاجة رحمة. طب الله يتسلم إيدك. بالله أنا والشفا يا حبيبي. تحط حيلة. بس بس هنا فتح الباب زي ما انتوا عارفين، هربت بره مصر هي وكل رجالتها. ما فضلش من القضايا دي غير انا وسمير الدرملي. طبعا ما كانت كاتبه كل المشاريع الوهميه باسمه. سمير طلب يشهد قدام النائب العام وبرأني، ما فضليش غير تهمه التربح اللي خدت عليها سنة. الحمد لله على السلامة يا حبيبي. والمجموعة أخبارها إيه؟ لسه في مصانع ولا كله اتباع؟ لولا عمك الحاج فتحي كرامة كان كله راح. الراجل كان بيشتري لحسابي كل حاجة، حتى الناس التانية اللي اشترت راح لهم وفهمهم إيه الوضع.
تقريبا ثابت كل حاجه رجعت بسيط اول اللي راح. ما فضلش بس غير مشاكل بتاعه اقساط البنوك وتسديد بقيه الفلوس لحاجه كرامه وبقيه التجار. الحمد لله احسن. انا ما كنتش بنام الليل وانا عارف ان السبب في ضياع ورث اخواتي. خلاص خلاص، اللي حصل حصل، اظن كلنا اتعلمنا منه كتير. مش لازم نفكر فيه، لازم نبص لقدام، وبرضو كل اللي انتوا عايزينه هعمله لكم. انا مش عايز حاجه يا بابا، كفايه ان حضرتك لسه واثق فيا ومش هغني في المجموعه. بس انا ليا طلب واحد، مراتي وعيالي. مراتك وعيالك مسؤوليتي يا ثابت. انا عايز ارجع لهم يا بابا. ابوس ايدك، انا عايز ارجع لهم. ان شاء الله ترجع لهم يا حبيبي، ان شاء الله. ارسم تيتا ولا اعمل بحر؟ لا تيتا. تيتا تيتا، انا عملت دي بطه ودي سمكه، عايز ايه تاني؟ حسن وريني كيف ترسم. ايه سلوى، ممكن اتكلم معاك شويه؟ خلاص يا ثابت، ما بقاش في بينا كلام. متاكده؟ طبعا متاكده. ولو قلتلك علشان خاطري برضه هترفضي؟ خلاص يا استاذ ثابت، ما بقاش في بينا خواطر. معقوله سلوى هي اللي بتقول الكلام ده؟ وبعدين ايه حكايه استاذ دي؟ كنت منتظر ايه بعد اللي حصل ما بيننا؟ بس انا عارف انك بتحبيني. حتى ده ما بقتش متأكدة منه، الحب مات. ممكن نحيي من اول وجديد. تفتكر ده سهل يا ثابت؟ طول ما في بيننا ابراهيم وحسن يبقى سهل، لانهم حتة مني وحتة منك. اللي بتفكر فيه صعب قوي يا ثابت. يا سلوى انا اتغيرت، ما بقتش ثابت اللي كنت تعرفيه. انا كمان اتغيرت، ما بقتش سلوى اللي ممكن يضحك عليها بكلمتين. انا عارف اني غلطت في حقك، وبعتذر عن كل اساءه كنت السبب فيها. هتعتذر عن ايه ولا ايه؟ اغفري وسامحي، ده ربنا بيسامح. بس انا بشر. صدقيني انا اتغيرت، واللي حصل ده كان اختبار من ربنا علشان اعرف قيمتك واصلح غلطي معاكي. انت عايز ايه يا ثابت؟ عايز ارجع لك تاني. بس انا مش عايزه. حرام عليكي، ايه اللي بتعمليه معايا ده؟ وكمان عرفت الحلال والحرام؟ لو ما رديتيش عليا دلوقتي هموت نفسي. معقوله؟ وهتهون عليك نفسك زي ما انا هنت عليكي؟ انت اللي عملت في نفسك كده. وعلى العموم يعني لو عايز ترجع اطلبني من بابا. انت مش ابوكي مات؟ ولا قصدك الاستاذ فؤاد؟ بابا الحاج ابراهيم الطيب. ما هو موافق. طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. يا حاج اهلا 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 بيك. السلام عليكم. ازيك يا ابراهيم؟ لا ازيك حل عبد الله. ازيك؟ ازيك يا الحمد لله يا ازيك حضرتك؟ اتفضل. اهلا يا سيمان. يا سيدي انا جاي لك النهارده ومعايا ضيوف اللي كانوا عندي، ابننا ثابت وماجد. وثابت بقى جاي واقع في عرضك، عايزك تتجوز الست الكريمه سلوى هاني. قلت لهم ناخد معانا الحاج عبد الله، والحاج ابراهيم ما بيردش كلمه للحاج عبد الله ابدا. طلع ان الحاج عبد الله ليه طلب عند الحاج ابراهيم، قلت اجيب المأذون ونجيلك عشان احنا مستعجلين شويه. قلت ايه يا حاج ابراهيم؟ مفيش قول بعد قولك يا حاج فتحي، بس متهيألي برضو نسأل صاحبة الشقة العروسة. يعني
العريس ده ابن حلال مقصر وكل جواد ليه كابوة. صحيح هو واد شقي شوية بس عفى الله عما سلف. ها قلت ايه يا سلوى هانم؟ يلا يا عم احمد جهز ورقك واكتبني انا والحاج عبد الله شهود على العقد. بس انا عرفت انكم كتبتوا كتابكم مجرتين قبل كده، اعملوا حسابكم دي اخر مجرة، فاهمين؟ الطلب الثالث بقى، المثل بيقول اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك، وانا عايز اخطب ابنك ماجد لبنتي هدى. يا سلام، يلا بقى نقرا الفاتحه على كده.